السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش الجديدة مع مؤسسة كروس ريف. النهاردة بإذن الله عندنا Arabic Cross Reef Life 2020، عندنا ورشة عمل مع مؤسسة بالتعاون مع مؤسسة كروس ريف لسنة 2020. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة من المحاور المختلفة. عندنا تقريبا حوالي 4 مواضيع أساسية هنقوم بمناقشتها في اللايف ايفنت ده. معايا النهارده من مؤسسه، في البدايه احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي محمد مصطفى، ببلشنج ايديتور في شركه نولج اي، وايضا كروس ريف امباسادور في المنطقه العربيه وشمال افريقيا. ومعايا ايضا من المكتب كروس ريف في المملكه المتحده ريتشل، شغاله في الكوميونتي ديبارتمنت. وايضا معانا فانيسا، شغاله من مؤسسه كروس ريف، تنضم لينا من المملكه المتحده، ايضا شغاله في الكوميونتي ديبارتمنت. فان شاء الله النهارده يكون الويبينار او الايفنت مفيد لحضراتكم، وورشه العمل اللي احنا هنقدمها باذن الله النهارده تكون مفيده. يعني هنحاول ننتقل او نناقش بعض المواضيع او المعلومات اللي بتقدمها مؤسسه كروس ريف، وان شاء الله نغطيها بالتفصيل، وباذن الله تكون المعلومات كلها مفيده. في البدايه برضو احب ااكد ان الويبينار هيكون ريكوردد وهيكون مسجل، فاحنا هنرسل لحضراتكم نسخه من التسجيل، بالاضافه ايضا للسلايدز او الحاجات اللي احنا هنقدمها. فان شاء الله هنشارك كل الملفات اللي احنا بنعرض منها، هيتم ارسالها في ايميل هيتبعت لكل المشتركين او كل الناس اللي سجلت في فولو اب ايميل بعد ما نخلص ان شاء الله ورشة العمل، فبحيث ان الناس ما تقلقش على اي حاجة موجودة في المعلومات او اي روابط او لينكات موجوده في المصادر، باذن الله الناس هتقدر تحصل عليها بشكل سلس وسهل جدا بعد ما نبدا ان شاء الله في حلقة النقاش بتاعتنا. يعني احنا منتظرين الناس تبدأ تنضم، وبعد كده ان شاء الله هنبدأ في خلال دقيقة او دقيقتين من دلوقتي. هنستعرض في البداية الاجندة او النقاش اللي احنا هندور عليه النهاردة. دي اجندة ورشة العمل اليوم ان شاء الله، بداية من الساعة 3 الى 3 و10 دقائق هنكون مقدمة عن ورشة العمل اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. بداية من الساعة 3:10 للساعة 3:25 إن شاء الله هنتكلم على أول محور معانا النهاردة، اللي هو تسجيل المحتوى مع كروس ريف. أنا دلوقتي عضو في مؤسسة كروس ريف، سواء كنت ناشر إقليمي موجود في المنطقة العربية أو كنت جامعة في مشترك بمجلاتي في مؤسسة كروس ريف، إزاي أقدر أسجل المحتوى بتاعي مع كروس ريف. هنتكلم بعد كده من الساعة 3:25 للساعة 3:40، إزاي أقدر أحدث بياناتي الوصفية وأقوم بعمل تصحيحات او كوركشن او اضيف اي معلومات للبيانات الوصفيه اللي انا قمت بايداعها في المستودع الخاص بمؤسسه كروس ريف. بعد كده هيكون عندنا مجال للمناقشه او كيو اند اي من الساعه 3:40 للساعه 3:50. بعد كده هيكون عندنا مده 10 دقائق بريك، لو حضراتكم محتاجين بريك او اي حاجه فممكن ناخد فتره راحه لمده 10 دقائق ونرجع تاني نكمل ان شاء الله الساعه 4 للساعه 4:15. يبقى يكون عندنا، هنتكلم عن تقارير المشاركه من كروس ريف او البارتيسيبيشن ريبورتس. دي خدمه جديده بتقدمها المؤسسه وهنستعرضها ونشوف ده احد المحاور برضو اللي معانا النهارده. بعد كده هيكون عندنا المحور الاخير واللي هنبدا فيه الساعه 4:15. طبعا التوقيتات دي كلها بتوقيت دبي، فدي الايفنت كله لمدة ساعتين، فده ممكن حضرتك يعني تشوفيه من وجهة التوقيت الخاص بحضراتكم. من الساعة 4:15 للساعة 4:45، يعني لمدة نصف ساعة تقريبا، هنتكلم عن 3 أشياء بالتفصيل. هنتكلم عن تقارير المشاركة اللي بتقدمها كروس ريف، هنتكلم عن خدمات أخرى ودعم الفني، وهنتكلم أيضا عن خدمة ربط المراجع وخدمة اقتبس بواسطة اللي هي سايتد باي. هنتكلم عن سيميلاريتي كروس ريف سيميلاريتي تشيك أو خدمة فحص التشابه اللي بتقدمها المؤسسة، وأيضا هنشوف إزاي نقدر نطلب المساعدة لو أنا بعد ما خلصنا، لو في أي مساعدة أو في أي حاجة وأنا عضو في المؤسسة، إزاي أقدر أحصل على معلومات أو أشوف أطلب مساعدة وبعض المعلومات الإضافية. وانا يعني عاملين برضو قسم خاص هنلاقي فيه سلايد خاصة فيها بعض الروابط المفيدة اللي احنا هنكون حابين ان احنا نشاركها
معاكم، فده ان شاء الله يكون سيكشن كويس. وفي النهايه في الساعه 4 45 دقيقه بتوقيت دبي للساعه 5 مساء باذن الله هيكون عندنا السيكشن الخاص سؤال وجواب، وده هيكون في نهايه الايفنت. لو حد عنده اي اسئله في اي وقت، في اي وقت during الديسكشن بتاعتنا، ممكن عادي يبعتها للكيو اند اي سيكشن في الكومنت بوكس او الشات بوكس، ممكن تكتب الاسئله وممكن يبقى في ردود فوريه من الاخوه الموجودين في كروس ريف، او ممكن في القسم الخاص بالسؤال وجواب. فاي حد عنده اي سؤال ممكن يتفضل يبعته في اي وقت. اتمنى يكون الصوت واضح وحضراتكم سامعيني بشكل كويس. في البدايه احب اعرفكم، اديكم بس مقدمه بسيطه عن الشركه اللي انا بقى اعمل فيها. انا اسمي محمد مصطفى وشغال في نولدي ايف دبي، مقرنا في الامارات العربيه المتحده. تاسسنا سنه 2012، بنقدم خدمات، بنعمل في خدمات النشر، وبنحاول نساعد المجلات من الجامعات العربيه، وبننشر ايضا مؤتمرات علميه، بنحاول نزود الاقتباسات اللي بيحصل عليها الباحثين، بنحاول ايضا نساعدهم في الوصول لقواعد البيانات الدوليه. وطبعا المنصه بتاعتنا متطابقه مع اخلاقيات النشر العلمي ومعايير النشر الدولي، وبنقدم ايضا خدمات اخرى مرتبطه بالمصادر الالكترونيه وبرامج التدريب. وعندنا احدث منتجاتنا برودكت اسمه زيندي دوت اي او، لو حضراتكم حابين تطلعوا عليه اكتر. يعني كده اظن ممكن نبدا في النقاش الاولاني معانا، وهي خدمه التسجيل المحتوى من كروس ريف. يبقى احنا كده هنبدا بالمحور الاولاني اللي معانا النهارده، هنتكلم فيه في اول حاجه عن المعرفات الثابته او البريزنس ايدنتيفايرز اللي بتقدمها المؤسسه، ودي احد المحاور الاساسيه اللي بتشتغل عليها المؤسسه. اول محور اساسي هنشوفه اللي هو الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اللي بتقدمه. ده دايما بيكون شكل الدي او اي، لو انت حضرتك هتشوفه عند اي ناشر بيكون بالشكل ده، عباره عن ثلاث اقسام. اللون الاحمر ده عباره عن دليل الدي او اي، وده عباره عن معرف او الجزء الخاص بمؤسسه الدي او اي نفسها. بعد كده عندنا الجزء اللي باللون اللبني او الازرق بنسميه البادئه، ودي دايما بتحددها كروس ريف. يعني حضرتك لما بتنضم لكروس ريف بيدوك ده كان هو ده البادئه الخاصه بيك، ممكن تستخدمها في كل مجلاتك العلميه. بعد كده عندنا الشق الثالث اللي هو اللي باللون الاصفر. فالشق اللي باللون الاصفر ده بيحدده الناشر. فاحنا عندنا ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاولاني اللي باللون الاحمر ده بيكون مرتبط بالمعرف الدو اي، الشق اللي في النص ده بتزودك بيه مؤسسه كروس ريف، الشق اللي باللون الاصفر ده بيحدده الناشر. فده الشق اللي بيحدده الناشر وبيشير الى العنوان المسجل تحديدا. ده باختصار شديد هو رابط الخاص بالدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. بعد كده هنتعرف اكتر على الدو اي سافكس او الرمز اللاحق اللي بيكون ظاهر في معرف دو اي. ده اللي هو بنتكلم عليه اللي هو الثلاث ارقام مثلا في الحاله دي، او هو الرقم اللي ظاهر لنا في المؤشر الماوس في الحاله دي، فده بيحدده الناشر. ده يختار ايه المعلومات اللي يحطها دي، لان احنا اتفقنا ان الجزء ده اساسي ما بنقدرش نغيره. الجزء اللي في النص ده بيكون مزود من مؤسسه كروس ريف هم اللي بيبعتوه، انما الجزء الاخير ده اللي احنا انا كناشر او انا كعضو في مؤسسه كروس ريف اقدر استخدمه. فده شيء مهم جدا. في ثلاث صفات اساسيه انت دايما كناشر او عضو في المؤسسه وبتستخدم الدي او ايز لازم تحاول ان المجهود بتاعك يبقى موجود، ان دايما تخليه متسق وبسيط وقصير. يعني دايما حاول تخليه في الاتجاه ده، ما يبقاش معقد جدا فيكون في صعوبه كبيره جدا على المستخدمين او على القراء ان هم يستخدموه. فدايما حاول تخليه متسق وبسيط وقصير. في بعد كده هننتقل للصفحه اللي بعد كده بتتكلم عن ارشادات، ازاي اقدر اعرض معرفات كروس ريف الخاصه بيا انا كناشر اقدر استخدمها. دايما اعرضها كرابط متكامل او يو ار ال، بمعنى ما تحطهاش نوت هايبر لينكد، يعني دايما خليها هايبر لينكد. فده بيكون مفيد جدا، خليها دايما معروضه كانها رابط متكامل من كل الجوانب. مثال ايضا لافضل طرق وصياغه المعرفات كروس ريف هو المثال اللي موجود معانا دلوقتي. فعندنا ده الشق الاساسي من الويب سايت اللي ما بنقدرش نغيره، ده الشق اللي بيتم منحه بمؤسسه كروس ريف فما نقدرش نتلاعب فيه. وبعد كده ده الشق الثالث اللي احنا بنتكلم عليه اللي بيقدر الناشر
السافكس اللي بيقدر الناشر يتحكم فيه ويقدر يحطه. فدايما ممكن تحط اي دي كرقم في الحاله دي. في ناس بتحط الارقام الاي اس اس ان في دوت الارتكل اي دي. ففي اكتر من تنوع ممكن يحصل، بس دايما حاول زي ما قلنا في العرض اللي فات ان دايما تخليه متسق وواضح وبسيط، يعني ما فيش داعي ان هو يكون صعب، فده يفضل ان هو يكون اسهل بكتير. بعد كده عندنا صفحه الاستقبال الخاصه بهذا المعرف. دي صفحه مهمه جدا. فصفحه الاقتباس دي دايما الصفحه اللي بيريزولف عليها الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير اللي انت عينته. فانا كناشر عندي مقاله مثلا معينه تم نشرها، فده الدي او اي ده هينزل على هذه الصفحه. فدايما بننصح الناشرين ان الصفحه دي تكون كاملة واضحة فيها كل المعلومات، تحتوي على كل الروابط. دي بتكون المفتاح أو طريقة الوصول اللي بيقدر يوصل بيها الشخص أو القارئ للمحتوى الخاص بيك. فمن المهم إن هي تكون واضحة وسلسة للجميع. فدايما اللاندنج بيج أو صفحة الاستقبال للمعرفات دي لازم تكون واضحة، يعني حاول تخليها سهلة مبسطة بتوصل المحتوى الكامل. سواء انت كنت بتعمل بنظام الوصول الحر فمن خلال الصفحه دي ممكن احصل على المحتوى الكامل، او سواء انت كنت تعمل بنظام الاشتراك مثلا فدايما هحتاج اعمل يوزر نيم وباسورد عشان اشوف المحتوى. فسواء انت بتعمل باي اتجاه دايما تخلي صفحه الاستقبال الخاصه بيك واضحه. نيجي للشق اللي بعد كده، ايه المحتويات اللي انا ممكن اسجلها او اسجل ممكن استفيد من كروس ريف بيها اللي انا اقدر اسجله. فهنلاقي عندنا ان احنا نقدر نسجل دوريات، هنلاقي ان احنا نقدر نسجل كتب، هنلاقي ان احنا نقدر نسجل فصول من كتب، هنلاقي عندنا في كونفرنس بوستينج، في وقائع مؤتمرات، هنلاقي عندنا في قواعد بيانات، هنلاقي عندنا في اطروحات علميه ممكن نقدر نسجلها ايضا. ففي بعض الاسئله بتتكلم عن كروس مارك، ده هنتكلم عنه ان شاء الله في الشق القادم. فنرجع تاني نشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر نسجلها. فهنا عندنا قواعد البيانات، الاطروحات، التقارير، المعايير، المحتوى المنشور، وايضا مراجعه الاقران. دي من الحاجات الجديده جدا اللي احنا بدانا نسجلها او نتكلم عليها، او ان احنا مؤسسه كروس ريف اتاحت للمجتمع ان هو يقدر يسجل البير ريفيوز ريبورتس ايضا عن طريق المؤسسه. فالبيانات الوصفيه هنتكلم عليها، المصطلح ده هتلاقوه دايما بيتكرر معانا. ايه هي البيانات الوصفيه او الميتا ديتا؟ دي بتشمل اشياء كتير، بس من الاشياء الاساسيه فيها هي اسماء المؤلفين، هي ارقام التسجيل، هي الاوركيد اي ديز، هي الانتماءات او الافيليشنز الخاصه بالمؤلفين، هي عناوين المقالات، هي الاي اس اس ان او الارقام التعريفيه الخاصه بالدوريه او الاي اس بي ان في حاله ان هو لو كان كتاب، هي ارقام الصفحات. طبعا عندنا عارفين حضراتكم في مجلات بتتنشر المجلد الأولاني من الشق الأول للشق الثاني، فأرقام الصفحات مهمة، رقم المجلد، تواريخ النشر، مش بس تاريخ النشر، في التاريخ اللي تم فيه إرسال الملف للناشر، في التاريخ اللي الناشر قال البحث ده ممكن يقبل من الناحية العلمية والأكاديمية، وفي التاريخ النهائي اللي هو تاريخ النشر. فكل الايتمز دي بتشمل على البيانات الوصفية. أنا كناشر مطلوب مني دايما أكون ملتزم إن بياناتي الوصفية تكون دايما محدثة، تكون دايما صحيحة. أنا كناشر مطلوب مني إن أنا أحاول أجمع كل البيانات الوصفية بأعلى دقة وبأعلى جودة ممكنة. أيضا البيانات الوصفية أو الميتا ديتا بتشمل قوائم المراجع، بيانات التمويل، يعني أنا كفندر المفروض أعرف إيه البيانات، أنا بمول الأبحاث، فالمفروض في أرقام بتكون إن البحث ده استفاد مثلا من المنحة رقم كذا، اللي حصل على التمويل من كذا. بيانات الترخيص الخاصة بالناشر، فدي أيضا تعتبر من الميتا ديتا إليمنت. في أيضا أرقام التجارب السريرية اللي هي الكلينيكال ترايلز، في الأخطاء والتراجع والتحديثات. فالميتا ديتا أو البيانات الوصفية ده موضوع كبير جدا وبتشمل عناصر كتيرة جدا، فمطلوب مني كناشر إني أحاول ألتزم إن كل البيانات الوصفية اللي أنا بقدمها بتكون بشكل صحيح، وإن أنا بجمع أكبر قدر ممكن من هذه البيانات. طرق إيداع البيانات أو الطرق اللي أنا ممكن كناشر، أنا دلوقتي اشتركت في مؤسسة كروس ريف ومحتاج ابدا في ايداع، بعمل assignment لدي او ايز لكل مقال بيتنشر في كل الدوريات اللي عندي، فمحتاج ابدا استكشف ازاي اقدر اعمل ديبوزيت للميتا ديتا بتاعتي. ففي اكتر من طريقه. في اول طريقه ان انا اقدر احمل او ارفع ملف اكس ام ال فايل للموقع المسمى doi.crossref.org. من خلال الموقع ده ممكن اقدر ارفع ملف الاكس ام ال بتاعي
في قاعده بيانات كروس ريف. في ايضا نموذج الايداع اليدوي على الويب، ده ويب ديبوزيت، ده برضو موجود، ممكن تقدر تملى المعلومات وتعمل عمليه الايداع. في ايضا او جي اس للمجلات اللي بتستخدم اوبن جورنال سيستم او الاو جي اس، تقدر تعمل ايداع من خلال البلاجن اللي بيستخدمها هذا النظام. في ايضا ودي حاجه جديده، الميتا داتا مانجر او مدير البيانات الوصفيه الجديد، وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن الميتا داتا مانجر في الـ في الـ في السلايدز اللي جايه كمان شويه. فاول طريقه اللي هي انشاء XML موجود على الويب سايت الخاص بكروس ريف. الناس دي حاجه تكنيكال شويه او فنيه شويه، فهتلاقي فيه سكيما لشكل الاكس ام ال ده. لو انا محتاج اعمل اكريت نيو اكس ام ال او اعمل اخلق الاكس ام ال الجديد او اعمل انشاء لهذا الاكس ام ال الجديد، فالتفاصيل التقنيه باي معلومات يجب ان يتضمنها هذا الاكس ام ال، وده طبعا الاخوه اللي شغالين في الدعم الفني اكيد فاهمين، هتكون موجوده بشكل واضح على هذا الرابط اللي موجود. وطبعا زي ما قلنا السلايدز هيتم ارسالها لاحقا. في نموذج آخر اللي هو نموذج الإيداع عبر شبكة الإنترنت، وده من خلاله أقدر أقوم بعمل إيداع بملة مجموعة، وبقوم بتعبئة فورم أو ويب ديبوزيت فورم بيكون فيها معلومات عن البحث أو المقالة اللي أنا محتاج أعمل أسايمنت ليها، وفي النهاية بحصل على شكل المعرف الإلكتروني الخاص بيا. في ايضا عن طريق الاو جي اس، الناس اللي شغاله بالاوبن جورنال سيستم، في بلجن تقدر من خلالها تعمل اكسبورت كروس ريف اكس ام ال، فعن طريق ان انت تعمل استخراج لهذا الكروس ريف اكس ام ال تقدر وقتها تعمل له ديبوزيت في قاعده بيانات كروس ريف لاي حد شغال بهذا النظام. لو انت نجحت الحمد لله، فدلوقتي بيقدر تخصص المعرف الدائم وتسجل كل بياناتك الوصفية الخاصة بهذه المقالة أو بهذا البحث تحت هذا المعرف الدائم. في حالة الفشل طبعا هيكون عندك رسالة، وهتظهر لك الرسالة، فده هتقدر تتابعه بعد كده. الحاجة التانية اللي احنا حابين برضو نتكلم عنها النهاردة في طريقة تسجيل المحتوى، ودي احد اهم الخدمات اللي بتقدمها مؤسسة كروس ريف، اللي هي خدمة ميتا داتا مانجر. ودي اداة جديدة بتقدمها المؤسسة، سهلة جدا، تقدر من خلالها تعمل اكونت او حساب ليك لكل مجلة بتقدر تنشرها عن طريق هذا الرابط، وتقدر تستخدم هذه المنصة لتسجيل كل محتواك بكل سهولة على الاطلاق. دي الرابط الخاص بالتسجيل، بتكتب المعلومات، بتقدر تملأ عبارة عن فورم كبيرة الارتكل تايتل او عنوان المقالة البحثية الخاصة بيك، تقدر تسجل الدي او اي هنا، ده البريفكس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ده اللي بيأسايند فروم كروس ريف، فما اقدرش اغيره، بس انا بقدر اتحكم في هذا الشق اللي بيجي بعده، ليا مطلق الحرية. يعني أنا عندي مقالة جديدة نشرتها في مجلتي، فأنا ممكن أكتب هنا 1 2 3 4، أو ممكن أكتب 1 دوت مثلا المجلة بتاعتي اسمها جي بي آر، فممكن 1.jbr، فبيبقى ده الدي او اي. وبعد كده بحط رابط للمقالة أو دي اللاندنج بيج اللي كنا بنتكلم عليها، وبقدر أملى التواريخ. فده الميتا داتا مانجر، أنا بشجع والله كل الناشرين لأنه أداة سهلة جدا، الموقع سهل جدا، استخدامه سهل جدا، ومش بس بيجمع المعلومات الأساسية، لا ده بيديك وسيلة إن أنت تحسن جدا من جودة المعلومات اللي أنت بتطرحها، لأنه هو بيديك أيضا الفرصة إن أنت تزود المعلومات الخاصة بالمؤلفين، إن أنت تضيف معلومات الفاندنج أو التمويل، إن أنت تحط معلومات الترخيص، ان انت تحط معلومات ايضا عن قوائم المراجع او الاستشارات. نعم تقدر تضيف كل الاستشارات في البحث اللي انت بتاساين لي دي او اي، تقدر تحطها في الميتا داتا مانجر، تضيف كل الريفرنسز، تقدر ايضا تضيف اي معلومات او اي ابحاث مرتبطه بيه. لو عندك حتى بعد كل ده لو في اي معلومات انت لسه موجوده عندك او معلومات اضافيه محتاج تضيفها، تقدر بكل سهوله تضيفها. وفي ايضا تقدر تضيف معلومات عن كروس مارك، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله لاحقا. في ايضا المنصه الخاصه بميتا داتا مانجر او مدير البيانات الوصفيه، بتديك الفرصه ان انت تقدر تتعرف على الديبوزيت هيستوري او تاريخ الايداع اللي انت عملته، فبتقدر تتتبع كل حاجه. هنا عندنا الاي دي لكل ديبوزيت او معرف لكل ديبوزيت، بعد كده عندنا التايتل او العنوان بتاعه، عندنا هنا التاريخ، بيكون عندنا ايضا النوع، بيكون عندنا الحالة بتاعته accepted أو failed، لو حالة إن هو فشل فمحتاج تعرف إن عندك مشكلة تقنية أو حاجة، فبتحتاج تراجع فريق الدعم الفني مثلا عندك كناشر أو في جامعتك وتبحث معاهم. في ثلاث أشياء أو ثلاث نصائح دايما هتلاقيهم بيتكرروا معانا، إن البيانات الوصفية اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، اللي قلنا بيكون أسماء المؤلفين أو التواريخ النشر، بتتضمن أشياء كتيرة جدا، اسم الدورية، رقم العدد، رقم المجلة، كل البيانات المفصلة دي.
فبننصح دايما انها تكون دقيقه، بننصح دايما انها تكون مكتمله مكتمله، يعني حضرتك دايما تحاول كناشر توفر كل المعلومات بشكل كامل، ودايما تكون محدثه باستمرار. لازم تحرص ان بياناتك الوصفيه كناشر وعضو في المؤسسه تكون دايما فيها هذه الثلاث صفات، ده شيء مهم جدا. هننتقل بعد كده ان شاء الله، يعني اتمنى تكون الامور ان شاء الله الى الان ماشيه بالترتيب الكويس. هنتكلم دلوقتي عن ازاي انا خلاص عملت بياناتي الوصفيه، لو انا محتاج اعمل تصحيح، لو انا محتاج اعمل تحديث، يعني انا مثلا ضفت اسم المؤلف، الاسم الاولاني الفيرست نيم واللاست نيم، بس كان في خطا مثلا مطبعي، فمحتاج دلوقتي اعمل تصحيح لهذه البيانات بعد ما قمت بعمليه الايداع في موقع او في مستودع الخاص بكروس ريف. وده حاجه برضو اظن بتقابل ناس كتيره، فبتحتاج ان هي تعدل البيانات الوصفيه بعد ان تقوم بعمليه الايداع. ففي البدايه هنا حابين نتكلم عن الايه اللي احنا بنقصده بالبيانات الوصفيه. تاني هنتكلم في شق سريع برضو، لان دي حاجه مهمه جدا ان احنا نضغط عليها، وتلاقينا طول الساعتين بنتكلم على اهميه البيانات الوصفيه، وهنشوف برضو ازاي في الاخر ان كل ما البيانات الوصفيه دي بتكون مهمه وبتكون جودتها كويسه، ده بيأثر في كل المحتوى العلمي المنشور. هي طبعا ملهاش امباكت او تاثير على جوده المحتوى العلمي، بس احنا بنتكلم على السيستم او النظام الاكاديمي كله. فهنا بنتكلم على الاعضاء اللي بيقوموا بالايداع بكروس ريف. البيانات الوصفيه زي ما اتكلمنا بتضمن عناوين واسماء المؤلفين، تحتوي على ملخصات الابحاث الابستراكت، دي تعتبر ايضا من البيانات الوصفيه، قائمه المراجع بنعتبرها من البيانات الوصفيه، كل الارقام التعريفيه سواء للدوريات او الكتب، معلومات التمويل، ودي شيء مهم جدا وهنشوف برضو ازاي هي مهمه ان معلومات التمويل لما الناشر بيحطها من ضمن الميتا داتا اليمنت اللي بيعمل لها ديبوزيت او بيعمل لها ايداع في مؤسسه كروس ريف، بتسهل بعد كده نقدر نتراك او نتابع ايه اللي حصل، والجهه المموله تقدر تتابع نتائج التمويل بتاعتها والامباكت اللي حصل من تمويل هذه الابحاث. ايضا في بيكون روابط المحتوى الكامل، التنقيب عن البيانات وفحص الفول تكست سي ار ال. في ايضا عندنا خدمات استبعاد المحتوى لو حصل اي استبعاد للمحتوى، او تصحيحات زي كروس مارك سيرفيسز اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لاحقا ان شاء الله. ونقدر ايضا نضيف تقارير مراجعه النظراء او البير ريفيو ريبورتس، دي برضو من الحاجات المهمه جدا. من المهم أن تقوم بإيداع بياناتك الوصفية بجودة عالية عشان الرقم المنشور أو عدد البيانات الوصفية المرتبطة بسواء أبحاث اتنشرت في مجلات أو في كتب أو في داتا سيت أو ملخصات أبحاث كبيرة، ده رقم كبير جدا جدا جدا. فمن المهم أن أنت تقوم بإيداع بيانات وصفية ذات جودة عالية. فهنبدأ في الشق الأولاني، إزاي أقدر أتعرف على الأخطاء، إزاي أكتشف ان انا اقدر اكتشف ان انا عندي خطا. في البدايه بقدر اطلع على بياناتي الوصفيه، ممكن اعمل بحث على موقع المؤسسه فبقدر من خلاله اكتشف، زي المثال اللي موجود معانا النهارده ده المعرف الالكتروني. هنرجع تاني ونعيد، ده الشق ده اللي هو البريفكس اللي هو assigned from cross ref، وده الشق اللي بيحدده الناشر. فهنا الناشر مختار زي اي دي، وهنا في سنه 2012، وهنا في رقم تاني، لكل شخص مطلق الحريه ولكل ناشر او عضو مطلق الحريه في التحديد. فهنا بقدر اشوف ايه البيانات الوصفيه. فمجرد ما ادخلت قمت بادخال الدو اي، ظهرت لي هذه الارقام او ظهرت البيانات التي تندرج تحت هذا المعرف الالكتروني. فعندي هنا الارتكل تايتل، وعندي هنا معلومات عن السنه اللي اتنشر فيها، وعندي هنا معلومات عن الفوليوم او رقم العدد، وعندي رقم المجلد ورقم العدد ورقم الصفحه او رقم الصفحات. ففي حاله ان لقيت اي خطا هنا فمحتاج اعدل بياناتي الوصفيه، يبقى انا كناشر ممكن اروح search.crossref.org وادخل الدي او اي الخاص بيا كناشر، واقدر اشوف ايه البيانات الوصفيه اللي بتظهر او تندرج تحت هذا الدي او اي، واقارنها بالبيانات اللي عندي في الويب سايت او في الموقع الخاص بيا. هذه ايضا الصوره اللي موجوده معانا من الميتا داتا مانجر، البلاتفورم اللي احنا بنتكلم عليها نقدر نستخدمها للديبوزيت، او ان انا اقوم بعمل ايداع بياناتي الوصفيه فيها، مفيده جدا واقدر من خلالها. هنشوف الشق الثاني، فانا اقدر دلوقتي شفنا ازاي اقدر اتعرف على الاخطاء. هننتقل للشق الثاني اللي هو تعديل البيانات الوصفيه، ازاي اقدر اعدل بياناتي الوصفيه. فانا لو انا اوريدي اصلا بستخدم ميتا داتا مانجر تول، هيبقى عندي بريفيو اوبشن قبل ما اعمل ديبوزيت، ويبقى عندي اوبشن
ان انا اعمل تعديل لهذه البيانات قبل ان اقوم بعمليه الايداع، وده شيء مهم جدا. يعني انا بندل بحلل دي كل المعلومات اللي انا قمت باضافتها، اقدر بكل سهوله اضغط على كلمه edit اللي في هذا الشق، واقدر اعدل في اي معلومات قمت بيها. مثلا لو تاريخ النشر مش 2018، المفروض يكون 2019، اقدر اعدل 2019 بكل سهوله، وبعد كده بضغط سيف فبيتم عمليه التعديل. في حاله البيانات اللي تم نشرها ايضا في طرق مختلفه للتعديل، ممكن اقوم برفع، لو حضراتكم تفتكروا لسه كنا متكلمين على ان انا ازاي اقدر اقوم بعمليه الايداع، قلنا بنرفع ملف XML doi.crossref.org، فممكن اقوم برفع ملف XML تاني لنفس المنصة في المعلومات الجديدة، وده بيعمل زي overwrite أو بيمسح المعلومات القديمة ويزود المعلومات الجديدة، وفي الحالة دي بنتفادى أي خطأ كان. أيضا أقوم بعملية الإيداع عن طريق استمارة الويب أو الويب ديبوزيت فورم، ممكن أقدر استخدمها إن أنا أقوم بعملية الإيداع الجديدة مرة أخرى للبيانات المحدثة أو البيانات الجديدة. ممكن طبعا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ممكن نستخدم برنامج مدير البيانات الوصفية اللي احنا كنا بنتكلم عليه. البرنامج ده دي صورة ايضا منه، ده اسم المجلة او دي اسم الدورية السكرين شوت دي، وهنا عندي تاريخ مفصل بيستعرض بالتفصيل كل المعلومات اللي حصلت لهذه الدورية. فممكن من خلال الضغط على اي تايتل او اي ريكورد بقدر ادخل البيانات الوصفيه اللي بداخله واقوم بعمليه التعديل بمنتهى السهوله. فتعديل البيانات الوصفيه في حاله اكتشاف اي اخطاء فيها دي عمليه مهمه جدا جدا، وبتساعد ان انا احسن من جوده البيانات الوصفيه كناشر. بقى النصيحه الاولى ان انا كناشر او عضو في مؤسسه كروس ريف، سواء انا ناشر في مكتبه الجامعه وبنعمل هوستنج للمجلات الخاصه بالجامعه، او حتى انا ناشر اكاديمي موجود في الخارج، ان انا اولا اجمع اكبر قدر ممكن من البيانات الوصفيه. ده شيء مهم جدا، البيانات الوصفيه بتتضمن اشياء كتيره وليها محاور مختلفه، فانا كناشر مطلوب مني اجمع اكبر قدر اقدر عليه. الشق الثاني المطلوب مني كناشر ان انا بقوم بعمليه الايداع، اقوم بايداع كل هذه البيانات الوصفيه المتاحه، واتاكد ايضا ان البيانات الوصفيه التي اقوم بايداعها ذات جوده عاليه، لان ده مهم جدا جدا جدا. ننتقل ايضا لبعض الصور التوضيحيه ازاي انا اقدر اعدل من خلال البلاتفورم اللي اسمها ميتا داتا مانجر او منصه مدير البيانات الوصفيه. بكل سهوله وبساطه بقدر اشوف الديبوزيت هيستوري او تاريخ الايداع بتاعي، واقدر اتتبع كل هذه الايداعات اللي انا عملتها، وبكل سهوله بقدر اقوم بعمليه اديت او تعديل اللي بتمنحني فرصه تعديل وتحسين من بياناتي الوصفية. ده شيء مهم جدا جدا، وبيساعدني ان انا كناشر ان انا احسن من جودة البيانات الوصفية الخاصة بي. هنا اول ما بضغط على اي ملف او اي article title انا already كنت عملت لها ايداع قبل كده، بقدر اضغط على كلمة edit، ومن خلال كلمة edit بتفتح لي الفور مرة اخرى او الاستمارة مرة اخرى، واقدر اعدل في اي بيانات من البيانات اللي انا كنت حطيتها. ممكن اعدل في article title او عنوان المقاله لو انا محتاج، ممكن اعدل اعتقد ان انت مش هتقدر تعدل في المعدل لان ده في الدي او اي، لان ده خلاص تم عمل assignment ليه فما تقدرش تعدل فيه، بس تقدر تعدل في الرابط، تقدر تعدل في التواريخ الاونلاين ديت او التاريخ النهائي اللي هذه المقاله ظهرت فيه على الانترنت، ممكن تعدل فيه، ممكن تضيف تواريخ ثانيه، ممكن تعدل في الصفحات الاولى او الصفحات الاخيره لو محتاج كده، ممكن ايضا تزود او لو في اي طيب او اي خطا مطبعي حصل في الابستراكت او في الملخص البحث، ممكن تقدر بكل سهوله تعدل فيه وتضيفه. بالاضافه الى حضرتكم شايفين كل هذه المعلومات، لو حضرتك ما كنتش ضفتها في اول مره لسه عندك الفرصه ان تضيف كل اسماء المؤلفين، لو في اي معلومات مرتبطه بالفاندنج او التمويل الخاص بهذا البحث ممكن تضيفه، المعلومات الخاصه بالترخيص، ودي شق مهم جدا جدا جدا، اضافه معلومات الترخيص الخاصة بالأبحاث أو المجلات من قبل الناشر. الترخيص هنا بيعني ما هي قدرتي أنا كقارئ بعد كده هتوصل لي هذا الرابط أو هضغط على هذا الدو آي، إيه معلومات الخاصة بقدرتي على الاطلاع على هذا البحث، هل أنا محتاج أشترك
عشان اقدر اطلع على هذا المحتوى، او لان هذا المحتوى مثلا اوبن اكسس او منشور تحت رخصه المشاع الابداعي الحر الكرييتيف كومنز، فكل المعلومات دي لا بقدر اضيفها في السكشن او في القسم الخاص باللايسنس، اضيف معلومات اللايسنس. بعد كده عندي الريفرنسز، وهنشوف ليه قائمه المراجع دي برضو مهمه جدا، وكل المعلومات او مدى جوده بياناتك الوصفيه بتقدر تتتبعها بعد كده في منصه اخرى اطلقتها المؤسسه حديثا سنة 2019، تقدر تطلع فيها على جودة بياناتك الوصفية. فكل ما أملى المعلومات أقوم بتعبئة المعلومات الخاصة ببياناتي الوصفية هنا بشكل صحيح، ده بيساعد في تحسين جودة البيانات الوصفية الخاصة بي. أيضا هنشوف ده كل ده من منصة ميتا ديتا مانجر، إن أنا أقدر أضيف بكل سهولة نيو ريكورد أو ملف جديد تحت هذه المجلة. احنا كنا عملنا من فتره في وفي ايضا تسجيل متاح على الـ على الـ على اليوتيوب حلقه نقاش كامله عن الميتا داتا مانجر، لو حد محتاج يرجع لها هي موجوده هيلاقيها على اليوتيوب تشانل الخاصه بكروس ريف، فيها تفاصيل اكتر عن ميتا داتا مانجر وازاي اقدر استخدمه، وشرحنا بالتفصيل وادينا مثال عملي، عملنا اكتر من مثال عملي على ازاي اقدر اقوم بعمليه الايداع والبيانات اللي انا اقدر ادخلها. فدي صور ايضا من منصه او مدير البيانات الوصفيه، ده الصوره الاخيره اللي بتظهر لي، دي بتظهر لي بعد عمليه الايداع سواء حصل اكسبتد ديبوزيت فتم الايداع بنجاح طبعا واضحه جدا، او في فشل، او في فشل او في اي غلط حصل، فبحتاج ارجع على الفور للمنصه الخاصه بالميتا داتا مانجر واطلع ايه الاخطاء اللي حصلت عندي بحيث ان انا اقدر اتفاداها. نيجي ايضا لشق ثاني بترسله او بتقوم بعمله المؤسسه، هي التقارير او الريزولوشنز ريبورتس. فدي التقارير بترسلها دايما المؤسسه بشكل شهري لكل عضو فيها سواء كان ناشر او مجلات جامعيه مشتركه في مؤسسه كروس ريف، بتقدر تعرف الناشرين على الاخطاء الموجوده في بياناتهم الوصفيه. بتحتوي ايضا هذه التقارير عن تقارير التضارب او الكونفليكت، كونفليكت ريبورتس، لو في اي دي او اي تم تسجيله مشابه للبيانات الوصفيه فيه مشابهه لاي بيانات وصفيه تم ايداعها من قبل عضو اخر، فده بيعمل كونفليكت فبتحتاج مراجعه. ترجع اسباب التضارب دايما ان انت في معظم الناشرين او بعض الناشرين مثلا لو هو جديد او حاجه فممكن يسجل البيانات الاساسيه او يزود بيانات اساسيه عن المقالات او الابحاث التي يقوم بايداعها، مثلا على سبيل المثال اسم المؤلف فقط، فده ما بيكونش كافي ان هو يحسن من جودة البيانات الوصفية، لان ممكن نفس الشخص نفس المؤلف نشر مع ناشر تاني قبل كده فبيحصل على نفس اسمه بيكون موجود فبيتم عملية الايداع فبيحصل كونفليكت. فدايما انت كناشر تحاول تحسن وتعلي دايما من جودة بياناتك الوصفية وتقوم بايداع كل بياناتك الوصفية في مستودعات كروس ريف. وايضا من احد اسباب الكونفليكت ان ممكن يحدث تكرار غير مقصود لمحتوى واحد. الريزولوشن ريبورتس او تقارير التقريريه او تقرير القرار بيتم ارسالها دايما عن طريق البريد الالكتروني اللي حضراتكم بتشتركوا فيه مع المؤسسه، دايما بتيجي في بدايه كل شهر وبتحتوي على تفاصيل اكتر عن المعرفات الرقميه التي قام العضو بتسجيلها في الشهر السابق. يعني ممكن ندي مثال، انا مثلا في موقع في الناشر عندي نشرت 50 بحث في الشهر اللي فات وقمت بعمل 50 ايداع وعملت جينيريشن ل 50 دي او اي وقمت بايداع هذه الدي او ايز والبيانات الوصفيه الخاصه بها في معرفات كروس ريف، فبيجي لي ريبورت بيقول لي كم شخص ضغط على المعرف الالكتروني، فبيتم احتساب الضغطه مره واحده بس. ايضا المؤسسه مش بتتبع بيانات الضاغط، يعني بيانات المستخدم اللي ضغط على الابحاث بتاعتك. فيعني في تولز دلوقتي موجوده في الصناعه، يعني اظن حضراتكم ان شاء الله تكونوا على درايه بيها، تقدر تتتبع وتجيب لك الدوله وتفاصيل اكتر عن التتبع او الشخص اللي ضغط على بياناتك او بيحاول يقرا الابحاث المنشوره في المنصات الخاصه بيك. بس الريزولوشن ريبورت ما بتحتويش المعلومات دي قد ما بتحتوي عدد المرات اللي حصل فيها ضغط فقط لا غير، بس ما فيش اي تتبع بيحصل لبيانات المستخدم. التقرير دايما بتصدر بيبقى فيه تقرير ايضا اخر مفصل لكل عضو بيحتوي على كل هذه البيانات وبيتم تحديثها شهريا، وبتدي بتبقى بتكون مفيده للناشر ان هي بتدي له دايما فكره عن عدد زوار المحتوى الخاص بيه، فبيكون مثلا عندي الارتكل دي هاو ميني نمبر اوف فيوز مثلا اللي حصل على الدو اي دي، فاقدر اعرف الارتكل دي اتشافت كم مره، عدد الداونلود دي ممكن اجيبها من مكان تاني، دي مش مرتبطه بالريزولوشن ريبورتس.
ايضا بينبغي عليك انت كناشر الاهتمام في حاله وجود العديد من الاخطاء ومراجعه البيانات الوصفيه التي قمت بايداعها سابقا. يعني الريزوليوشن ريبورتس اوقات برضو بتديني مؤشر لجوده البيانات الوصفيه اللي انا بقوم بايداعها، فلو فيها اي اخطاء او في اي كونفليكت فانا المفروض مني كناشر اتحرى الدقه، وبعد كده برجع واشوف ايه كان سبب المشكله اللي حصلت وايه سبب الشيء اللي حصل. في النهاية ممكن نوصل لقناعة عن شكل البيانات الوصفية عموما in general اللي هي cross-ref metadata اللي احنا اتكلمنا عنها من اول، هي ايه البيانات الوصفية وايه مضمونها. فممكن حد يشوف بيانات cross-ref الوصفية بالشكل ده، الحمار الوحشي اللي هو طبعا كلنا شايفينه بلون لون واحد، ملامح مش واضحه جدا، فممكن تكون ده جزء شكل البيانات الوصفيه. ممكن حد تاني يشوفه بالشكل ده، في تفاصيل اكتر بدات تظهر، التفاصيل والالوان بدات تظهر. طبعا احنا هنا بندي الشكل او الرسمه دي بتحاول توصل لك صوره ان كل ما جوده بيانات الوصفيه تبقى افضل، كل ما كنت كناشر او عضو في المؤسسه بتقوم بايداع افضل واحسن بيانات وصفيه موجوده عندك، وتتيح ايضا كل المعلومات. يعني في شقين، الشق الاولاني ان انا اقوم بايداع كل البيانات الوصفيه المتاحه معايا، ده الشق الاول بيعلي من الجوده. الشق الثاني ان انا اتفادى حدوث اي اخطاء اثناء ايداع عمليه ايداع هذه البيانات الوصفيه او اثناء عمليه الادخال. فممكن نشوف البيانات بالشكل ده، طبعا الصوره دي افضل من الصوره اللي قبلها، فده بيدل ان البيانات الوصفيه مثلا بتتحسن اكتر. ممكن حد ثالث ممكن يشوف البيانات الوصفيه بالشكل ده، لو في ناشر بيقوم بإيداع بيانات وصفية غير مكتملة بيظهر بالشكل ده. يعني البيانات الوصفية غير مكتملة، فبالتالي أنا مش قادر كحد فيور أو بقرأ الموضوع أو شايف الموضوع مش قادر أشوف الصورة بشكل مكتمل. فدي أهمية البيانات الوصفية، بتحاول تديك تشوف الصورة أو الأوفر فيو بشكل كبير أو بشكل عام لجميع المناطق المختلفة من الموضوع. ممكن أيضا حد آخر، ودي أظن إن هذه هي الصورة المثالية للبيانات الوصفية عند اكتمالها، لو أنا كناشر عندي مجلتين مثلا في الجامعة بتاعتي بقوم بإيداع كل البيانات الوصفية، بنشر حوالي 150 مقالة في العام في خلال في المجلات اللي على منصتي في الجامعة، بقوم بإيداع كل البيانات الوصفية الخاصة بالمقالات بال 150 مقالة، بأدرك في بياناتي الوصفية كل العناصر الأساسية منها زي أسماء المؤلفين، عناوين المقالات، أرقام الأعداد، أرقام المجلدات، عدد الصفحات أيضا بقوم بإدراجها بشكل واضح. كل المعلومات دي بحاول اكولكت اوركيد اي ديز، بيكون عندي معرفات اوركيد، فبقوم بايداع افضل بيانات وصفيه ممكنه. ففي الحاله دي ممكن تكون بياناتك الوصفيه تظهر بالشكل ده، ودي الصوره المثاليه لينا. ودي لو هنقدر نقارن الصوره دي بالصوره السابقه اللي هي الصوره دي بتدينا فرق ما بين هذه الصوره التي تحتوي على بيانات وصفيه فقيره او غير واضحه او ممكن حتى مغلوطه، او حتى هذه الصوره الغير مكتملة. هذه الصورة أيضا تحيي بيانات وصفية قليلة جدا أو موفرة جدا غير متوفرة مقارنة بهذه الصورة المكتملة الأركان. فده أهمية البيانات الوصفية اللي بيقوم الناشرين بإيداعها عن طريق منصات كروس ريف المختلفة اللي احنا شفناها، بيساعدني أكون صورة كاملة لما أقوم بعمل إيداع لهذه البيانات الوصفية بشكل كامل وواضح. فده شيء مهم جدا، وبنشجع كل الناشرين من منطقتنا العربية وإفريقيا أيضا إن هم يحاولوا دايما يقوموا بإيداع كل اللي بيجمعوا في البداية كل البيانات الوصفية بشكل كامل، وبعد كده يقوموا بإيداع هذه البيانات الوصفية بشكل متكامل وبشكل صحيح. وأيضا ما فيش أي مشكلة على الإطلاق في حالة وجود أخطاء أو في حالة الحاجة إلى عمل تصحيحات، زي ما شفنا نقدر نصحح عن طريق الميتا داتا مانجر إيديت، اقدر اعمل ايديت واعمل اقوم بعمليه تصحيح، اقدر ارفع اكس ام ال فايل عن طريق doi.crossref.org واقوم بعمل ويب ديبوزيت فورم. ممكن استخدم كل الوسائل، الفايل الاكس ام ال فايل هيقوم بعمليه اوفر رايت على الفايل القديم، وهقدر اوصل بكل سهوله للبيانات الوصفيه الافضل، لان ده في الاخر او في النهايه هيساعدني ان انا اقدر اوصل لصوره مكتمله للبيانات الوصفيه او صوره مكتملة للبيانات الوصفية الخاصة بي كناشر، فبتظهر الشكل مكتمل زي في الرسمة اللي احنا المضحكة اللي احنا مستخدمينها دلوقتي. فأظن احنا كده انتهينا نعتبر من الشقين الأساسيين اللي احنا اتكلمنا فيهم. الشق الأولاني اللي هو كان خاص
بطريقه تسجيل المحتوى مع كروس ريف اتكلمنا فيه، والشق الثاني ايضا اتكلمنا فيه ان انا ازاي اقدر احدث واعدل في بياناتي الوصفيه بعد ان قمت بايداعها. فهنشوف كده لو في اي اسئله، لو في اي اسئله حضراتكم على هذه الاجزاء ممكن تبعتوها في الشق الخاص بالكيو اند اي. هنروح كده، اهلا وسهلا، السلام عليكم، شكرا جزيلا، هل توجد خدمة فحص المصادر الموجودة؟ طبعا خدمة فحص المصادر أستاذ فكرات حسن، أستاذ حسن خدمة فحص المصادر مش فاهم حضرتك، يعني ممكن توضح أكتر؟ يعني حضرتك لو تقصد البلاتفورم الخاصة بسيرش دوت كروسريف دوت أورج وتقدر تطلع عليها أيضا. في حد بيسأل لاندنج بيج فور كروس مارك، طبعا ده ازاي تقدر استاذ صبري تقدر تعمل لاندنج بيج لكروس مارك عشان تقدر تعمل ديبوزيت ليها؟ ده بيكون على موقع النشر الخاص بحضرتك، يعني على المنصة الخاصة بحضرتك، سواء بتستخدم مثلا اوبن جورنال سيستم بتقدر تعمل كرييت نيو بيج وتقدر تعمل كروس مارك بوليسي، واحنا هنستعرض كروس مارك بالتفصيل كمان شويه. في انا شايف برضو سؤال هنا جاي في الكيو اند اي، شكرا جزيلا للمحاضره، كان قائمه كروس ريف تعني بالمؤسسات اكثر من الباحثين والمؤلفين. هو فعلا كروس ريف بتهتم بالمؤسسات اكثر، بس طبعا حضرتك كباحث في النهايه ايضا دورك محوري، يعني انا شايف حتى الباحث هو السنتر في العمليه كلها، لان الباحث هو العامل الاساسي، هو اللي بيدخل بياناته، هو اللي بيدخل المقال بتاعه، هو اللي بينكلود الاوركيد اي دي، فده مهم جدا ان انت كباحث تحط كل بياناتك الوصفيه بشكل ممتاز من البدايه، وبعد كده تتابع مع الناشر. هل سيتم ارسال تسجيل؟ Yes, we are going to record the session and إن شاء الله السيشن هتتبعت بالإيميل. How I can do deposit through OGS3؟ طبعا أخت إيمان تقدري تعملي deposit من خلال منصة OGS3، في plugin for OGS3، CrossRef عملت البلاجن دي بالتعاون مع OGS أو PKB، تقدري حضرتك تستخدمي البلاجن دي، موجودة وسبورتت على الـ OGS3 وتنزليها وتستخدميها ومجانية تماما، وتقدري تعملي ايداع لكروس ريف اكس ام ال في هذه من عن طريق استخدام هذه البلاجن. ان شاء الله دكتور ياسر هيكون في تسجيل للويبينار وهيتم ارساله بكل التفاصيل ان شاء الله. أستاذ محمد صلاح، يوجد رقم أوركيد ولكن لم أجد خانة للرقم ARID. طب مش عارف إيه أوركيد، أنا أعرف أوركيد أي دي المفروض موجود على الميتا داتا مانجر، بس ممكن حضرتك تزودني بمعلومات أكتر عن الأيدنتيفاير ARID، أنا مش عارفه، بس أنا فاكر زي ما كنا بنتكلم إن في سيكشن اسمه أديشنال انفورميشن أو معلومات إضافية. هل توجد فيديو تعليمي بهذا الخصوص؟ احنا عندنا والله عملنا حوالي 4، يا استاذه ايمان عملنا حوالي 4 تسجيلات قبل كده، التسجيلات دي متاحه على الكروس ريف يوتيوب تشانل، ممكن ترجعي ليها وهي موجوده باللغه العربيه ان ارابيك، ممكن حضرتك تقدري ترجعي لها وتطلعي عليها. انا ما عنديش اي فكره دكتور محمد عن ORCHID ده، فانا عندي فكره عن اوركيد، فلو حضرتك تكتب لي تفاصيل اكتر. اهلا وسهلا دكتور صادق، كروس ريف هي دايما بتنضم ليها مؤسسات سواء كانوا ناشرين او مؤسسات اكاديميه اخرى، بس هي مش فري، يعني بحضرتك بتدفع اشتراك سنوي طبقا للدخل الخاص بالمؤسسه اللي بتعمل فيها، وتقدر وقتها تستفيد من كل التفاصيل الخاصه بها. هل هناك شهادات حضور للورشه؟ انا هاخد السؤال ده وهناقشه ان شاء الله مع الاخوه بعد الويبينار، ونشوف اذا كان في اوبشن ان احنا مثلا نعمل سيرتيفيكتس. هاي فانيسا، جاست ا كويك كويشن هير. هلو، يس.
100%. Yes, so one of the attendees is asking if we have certificates for attendance. Yes, I can create those. So I have replied with my email address, and anybody can email me if they require a certificate, and I can create one. So we don't do them by default, but I'm happy to create one for people that need it. Okay, and another one is asking for the link for CrossRef YouTube channel. Can you please post that? Yes, I will post that. Thank you. So بخصوص ال certificate of attendance, أي حد محتاج شهادة ممكن يعمل يراسل الأخت فانيسا اللي عن طريق جات له ال invitation منها, وفانيسا إن شاء الله هتقوم بإرسال شهادات الحضور لحضراتكم. ده شيء مهم جدا. طب معنا سؤال تاني من الأستاذ رازق رزاق شعلان. اشتراك مجلتنا وعند الدخول نجد عدم وجود تاريخ, احنا مشتركين في الميتا ديتا مانجر وعند الدخول عدم وجود تواريخ للبيانات السابقة. شكرا. يعني حضرتك يا أستاذ رزاق تقدر تضيف كل الباك فوليومز بتاعتك من خلال الميتا ديتا مانجر بكل سهولة على الإطلاق, دي متاحة للجميع, تقدر حضرتك تضيفها بكل سهولة. تقدر تضيف add في أول حاجة تحتاج create new publication, وتحت البابليكيشن أو تحت هذا العنوان الكبير بتقدر تضيف كل المقالات بكل سهولة على الإطلاق. ده شيء سهل جدا ومتاح, يعني بنصح حضرتك ترجع للويبينار اللي عملناه باللغة العربية اللي بيتكلم عن ميتا ديتا مانجر. هل ممكن تغيير الدي او اي الخاص بالمجلة؟ لا أقصد الرقم الثابت, فقط التسلسل الخاص بالمجلة من أجل التصحيح. أعتقد بعد الأسايمنت لا ننصح على الإطلاق بتغيير الدي او اي يا أستاذة إيمان. الممكن تغييره دايما قبل عملية الإيداع اللي هو الشق الأخير, ممكن حضرتك تكتبي فيه كل اللي حضرتك عايزاه. ممكن في ناس في ببلشر بيكتب الايسس اند والارتكل اي دي, ده ليك مطلق الحرية. في ببلشر ممكن يكتب اي دي فقط يبقى عنده البريفكس البروفايدد فروم كروسريف سلاش السفكس اللي هو ممكن يقدر يتحكم فيه, وده بيقدر بيضيفه. فبعد النشر ما اظنش ان حضرتك او بعد الايداع ما اظنش حضرتك تقدر تعدليه. أهلا وسهلا أستاذ محمد, أنا اسمي محمد مصطفى, بعمل في شركة نوني دي إيه ومقرها دبي. أستاذ محمد كان بيسأل عن بياناتي. بونجو, أنا في سؤال تقريبا باللغة الفرنسية فمن الأستاذة مليكة, بس أنا متأسف لو يعني لو حضرتك تقدري ترسليه باللغة الإنجليزية أو العربية أو فيكون أفضل, يعني في الحالة دي هقدر أجاوب. إن شاء الله أستاذ ياسر هيتم إرسال شهادة بالتدريب اللي حضرتك عملته. والله هو في فيديو الأستاذ صبري بيسأل عن كروس مارك بالنسبة للبي دي اف بيبرز, في إن شاء الله هنبعت, يعني احنا هنتكلم عن كروس مارك دلوقتي أستاذ صبري في 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 الشق الأخير من حلقة النقاش, وأظن على 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 موقع اليوتيوب هتلاقي حضرتك برضو بعض الروابط المفيدة أو في فيديو توضيحي لخدمة كروس مارك. ده شيء مشجع جدا والله, يعني أنا ملاحظ إن في أسئلة كتيرة عن كروس مارك, واضح إن اهتمام المجتمع عندنا بالكروس مارك متزايد, وأنا شايف إن هي خدمة مهمة جدا جدا جدا, وبتساعد أيضا في عملية التوثيق الأدبي لو حصل أي نشر مثلا أو أي تعديلات على المحتوى المنشور, فده بيكون شيء مهم جدا جدا طبعا. يعني دي حاجة كويسة جدا إن احنا نشوف اهتمام من الإخوة في المؤسسة في مؤسساتنا العربية بالاهتمام بخدمة كروس مارك. لو في أسئلة تانية ياريت حضراتكم ترسلوها. المفروض إحنا عندنا بريك ممكن يبدأ بعد دقيقتين من دلوقتي, وبعد كده إن شاء الله نرجع نكمل تاني. فأظن يعني إحنا كده جاوبنا على معظم الأسئلة. في تشيك الأستاذة فكرات بتقول إن هي عايزة تشيك الفاليديتي بتاعت الريفرنسز. تمام, ده شق هنتكلم عنده في الـ في الـ في الـ الشق اللي جاي ده يا أستاذة فكرات. هنتكلم عن إزاي أقدر أتحقق من البيانات الوصفية الموجودة في الريفرنس. ده هنجيله إن شاء الله في تقارير المشاركة والخدمات الأخرى. يعني عندنا في خدمة اسمها سايتد باي هنتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله في الشق مش اللي بعد ده, إن شاء الله هيكون فيه تفاصيل أكتر.
استاذ علي بيسال عن الانفورميشن عن كروس مارك، ان شاء الله هنتكلم عن كروس مارك في الشق اللاحق ان شاء الله. ايوه استاذ ياسر، ان شاء الله في شهادات للورشه، حضرتك ممكن تراسل الاخت فانيسا اللي بيجي لك منها الايميلز او الفولو اب ايميل وتطلب شهاده، وان شاء الله هي هتزودك بالشهاده. تمام، يعني احنا دلوقتي ممكن ناخد نبدا بعد دقيقه ان شاء الله من دلوقتي نبدا دلوقتي ممكن نبدا البريك او الاستراحه الخاصه بينا، دي استراحه لمده 10 دقائق، وان شاء الله هنبدا الساعه 4 بعد 10 دقائق مباشره 4 بتوقيت دبي الامارات العربيه المتحده، هنكون عندنا هنتكلم عن البارتيسيبيشن ريبورتس من كروس ريف، تقارير المشاركه، وبعد كده هنتكلم ايضا على خدمات أخرى بتقدمها المؤسسة زي ما شفنا في الأجندة، ثلاث خدمات مهمين، وهيبقى عندنا برضو سيكشن كامل لمدة 10 دقائق تقريبا في النهاية قبل ما نختم في النهاية للأسئلة والنقاشات لو عند حضراتكم أي استفسارات أخرى. أنا شفت في سؤال جديد جاء، كيف يتم تعديل الدو اي؟ لا مش فاهم، اقدر يعني ايه تعديل الدي او اي؟ ممكن تعدل الدي او اي من خلال الميتا داتا مانجر تول، ده بتديك الفرصه ان انت تعدل الدي او اي، بس لو يعني توضح اكتر يعني ايه تقدر تعدل الدي او اي يبقى اكون شاكر لحضرتك. يعني الحمد لله جاوبنا على معظم الأسئلة الموجودة، وإن شاء الله ناخد بريك دلوقتي، فأدعو حضراتكم إن شاء الله تاخدوا بريك لمدة 9 دقائق دلوقتي، وإن شاء الله نرجع نكمل بعد البريك بإذن الله.
تذكير إن شاء الله هنبدأ بعد 5 دقائق من الآن. 5 minutes إن شاء الله بعد 5 دقائق من الآن إن شاء الله هنبدأ.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الساعة دلوقتي 4 PM بتوقيت دبي، وإن شاء الله هنستكمل الكروس ريف لايف إيفنت 2020 ورشة عمل كروس ريف المباشرة. إن شاء الله في الشق الثاني من هذا اللقاء هنتكلم عن البارتيسيبيشن ريبورتس أو تقارير المشاركة اللي بتقدمها مؤسسة كروس ريف. هنتكلم عن الموضوع ده لمدة 1/4 ساعة، وبعد كده هننتقل لمدة 1/2 ساعة أخرى هنتكلم عن 3 خدمات بتقدمها المؤسسة بالإضافة إلى بعض المعلومات عن قسم الدعم الفني أو السبورت. وفي النهاية إن شاء الله يكون عندنا 1/4 ساعة مخصصة للأسئلة، وأيضا بدعو حضراتكم للانتظار النهاية. ومتشكر جزيلا على التفاعل الرائع والله، ده يعني ده تفاعل ممتاز. إن شاء الله يكون عندنا قسم أخير في آخر 1/4 ساعة نتكلم فيها عن أي Q&A أو أي أسئلة عند حضراتكم نقدر نجاوب عليها، وهيكون في استفتاء. فحضراتكم لو تطلبوا إيه المعلومات أو إيه الخدمات اللي ممكن محتاجين إن إحنا نتكلم عنها بالتفصيل أكتر، لأن ده إن شاء الله مش أول لقاء أونلاين، ده اللقاء الخامس، وإن شاء الله ناويين نعمل حاجات أكتر الفترة القادمة. فلو عند حضرتك سيرفيس مثلاً معينة أو خدمة معينة محتاج تعرف معلومات أكتر عنها، فممكن بس تختار أنا محتاج أعرف عن كذا وكذا وكذا معلومات أكتر، فبحيث إن إحنا ننظم حلقة نقاش جديدة إن شاء الله في القريب العاجل ونتكلم عن السيرفيس او الخدمه دي بالتفصيل. فادعوكم، ده هيظهر في نهايه اللقاء ان شاء الله، فانيسا هتبعته او هتظهره ليكم على منصه زوم وتقدروا تطلعوا عليه. هنبدا دلوقتي نتكلم عن بارتيسيبيشن ريبورتس او تقارير المشاركه. في البدايه، ما هي البارتيسيبيشن ريبورتس؟ هي مكان بيوفر للعضو في المؤسسه من خلاله الاطلاع على بياناته الوصفيه التي قام بتسجيلها. هي ايضا مكان بيوفر له متابعه تطور البيانات الوصفيه وجودتها، ويمكنه ايضا من خلاله متابعه مستوى بياناته الوصفيه مقارنه ببقيه اعضاء المؤسسه، وده هنشرحه أكتر دلوقتي. طبعاً أكيد حضراتكم سمعين كلمة البيانات الوصفية، البيانات الوصفية أو الميتا ديتا، قد إيه مهمة، قد إيه جودتها إن هي تكون ذات جودة عالية، قد إيه إن هي تكون مكتملة، ده شيء مهم جداً جداً جداً. ليه طيب كروس ريف أو المؤسسة فكرت إن هي تعمل خدمة البارتيسيبيشن ريبورتس؟ في البداية لأن أعضاء كروس ريف ليسوا دائماً على وعي بكل البيانات الوصفية التي يتم إيلاحها. يعني أنا ممكن ناشر جديد، فأنا عندي خلفية إن طبعاً اسم المؤلف مهم، اسم المجلة أو الدورية مهم، الرقم أو السنة اللي بيتم النشر فيها مهمة فقط. بس دلوقتي دائماً مع الوقت في هذه الصناعة بتظهر مبادرات جديدة زي أوركيد مثلاً، فأوركيد آيديز، فدي حاجة جديدة ظهرت، فدائماً مش بيكونوا على وعي كل البيانات التفصيلية أو الوصفية اللي دايماً بتظهر. لو عند حضرتكم أي سؤال دايماً حط الأسئلة في Q&A section، وأنا إن شاء الله بعد ما نخلص هننطلق ونطلع على كل الأسئلة الموجودة في السكشن ده. أي سؤال، أي استفسار مهما كان، مطلق الحرية لحضراتكم أنكم تضيفوه. شكراً جزيلاً. بعد كده العمل على تطوير البيانات الوصفية الغير مكتملة، ده برضو هيتيح للناشر إن هو بعد ما يطلع على البيانات الوصفية اللي بيقوم بإيداعها يقدر يطور من نفسه، وده شيء مهم جدا جدا في صناعة النشر الأكاديمي أو النشر العلمي بشكل عام. دراسة ومتابعة تطور البيانات الوصفية بطريقة سهلة وسلسة، وده فعلا اللي Participation Reports أو المنصة الخاصة Participation Reports بتعمله زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا دي رسمة توضيحية بتبين لنا أن كروس ريف في السنتر وقد إيه الموضوع ده، دي الصورة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، قد إيه إن جودة البيانات الوصفية ممكن تؤثر في كل هذه المنصات كونتنت أو المنصات اللي بتحتوي اللي بتقوم بعملية إيداع للمحتوى، المنصات الخاصة بالمؤلفين، السكولاري شيرينج نتوركس، ريسيرش جيت وخلافه، زي كل مختلف هذه المنصات الباحثين، يعني كل المنصات المختلفة دي كلها متصلة وبتورينا أهمية جودة البيانات الوصفية اللي بتنبع من كروس. بعد كده أنا كباحث باخد البحث بتاعي وأقوم مثلا برفعه على منصة التواصل الاجتماعي مثلا، أو بقوم بإيداعه في مستودع الجامعة عندي. فكل ده لو البيانات مظبوطة من الأول مرة ده بيسهل استكشافها وإعادة اكتشافها أيضا مرة أخرى، فده شيء مهم جدا جدا جدا، وده اللي الرسمة اللي قدامنا دي بتوضحه بشكل أظن مهم جدا للجميع. طبعا كمية البيانات الموجودة في العالم دلوقتي أو كمية المقالات اللي بتنشر كل عام رهيبة جدا، يعني طبعا حضراتكم شايفين الأرقام بملايين الملايين من المجلات، من مقالات اللي بتنشر في مجلات، من الكتب، من الداتا سيتس أيضا، فمختلف أنواع مختلفة من المواد بيتم نشرها في منصات مختلفة. فطبعا كمية مهولة من البيانات موجودة، فمن المهم جدا إن هي تكون ظاهرة بشكل واضح.
طبعا ده كل ده تمهيد، هنتكلم عن participation reports واهميتها دلوقتي، بس ده تمهيد ليها يعني. طبعا ده الميتا داتا سيرش الموجود على منصه كروسريف. لو عملنا بحث مثلا على ناشونال ساينس فاونديشن في يونايتد ارب اميريتس او في الامارات العربيه المتحده، فيقدر يظهر لي لو انا فعلا كان، لو هم نشروا مع الناشرين حطوا كل البيانات الوصفيه بشكل مظبوط، فيقدر يظهر لي انا كمؤسسه بمول الابحاث كل دي الابحاث التي حصلت على تمويل من هذه المؤسسه. فده مهم جدا، لان الفاندنج ديتيلز كانت موجوده، فطول ما الفاندنج ديتيلز موجوده والنشر قام بايداعها بشكل صحيح، فانا اقدر بعد كده اعمل عمليه تتبع ليها بشكل سلس جدا، واقدر اتابع المنح اللي انا اعطيتها كجهه تمويل والتاثير التي قامت به هذه المنح، كميه الابحاث التي استفادت من المنح الخاصه بي، واقدر طبعا او لو انا باحث بعمل سيتيشن او اقتباس واستشهاد لهذه الابحاث. فالموضوع كله متشعب ومرتبط ببعضه. يعني على سبيل المثال، أكثر من 600 مليون استفسار عن البيانات الوصفية فقط Metadata Inquiries بتيجي للمؤسسة من خلال كل المنصات، سواء الاستفسار ده بيتم عن طريق Support Team أو استفسارات بتيجي عن طريق الـ Automation Systems الموجودة. البيانات الوصفية للمرة الثالثة بنتكلم عنها النهاردة في من ناحية جودتها لازم تكون دقيقة ومكتملة ومحدثة باستمرار. دي العناصر الثلاثة الأساسية لهذه البيانات الوصفية، يجب أن تكون دقيقة ومكتملة، يعني بمعنى كل العناصر، أسماء كل المؤلفين، مش اسم المؤلف الأول فقط، مش اسم المؤلف الثاني فقط، العناوين المؤلفين، الأفلييشنز اللي بيعملوا فيها، لو هؤلاء المؤلفين عندهم معرفات أوركيد، ينبغي علي كانش أن أنا أضيف معرفات أوركيد. لو أنا الناشرين أو المؤلفين تكلموا عن منحة معينة مثلا، فينبغي ان يكون رقم المنحة موجود، لان انا مهم جدا ان انا اقوم بايداع كل هذه المعلومات في النهاية. ومهم ايضا ان البيانات الوصفية تكون دائما دائما محدثة باستمرار، ده شيء مهم جدا. نيجي نتكلم عن المنصة الخاصة Participation Reports. زي ما حضرتكم شايفين ده الـ URL الخاص بها www.cross. وطبعا زي ما حضرتكم عارفين السلايدز هتتوزع، فهيقدر حضراتكم توصلوا رابط بكل سهوله، وموجود ايضا توثيق والمساعده، رابط شرح المنصه من ناحيه الدعم الفني، فممكن حضراتكم ايضا تطلعوا عليه. انما ده الشكل الاساسي لهذه المنصه. لما حضرتك بتدخل عليها، سواء انت عضو مثلا وتقوم بعمل بحث عن اسمك، فبيطلع لك هذا الشكل او هذا المنحنى اللي بيشرح كل المعلومات. دي الصفحه الاساسيه اللي بتظهر. فمثلا لو جامعه دبي عضو في مؤسسه كروسريف، مسجلين 64 ايتم هنا او محتوى بنتكلم عنه، لان ممكن يكون في مقالات، ممكن يكون في كتب، ممكن يكون في كونفرنس بوسي، فعندنا مجموعه مختلفه من المقالات تم تسجيلها بصيغ مختلفة. فدي الشكل المنصة الخاصة Participation Reports، وده الشكل اللي هي بتظهر بيه. عندنا أيضا بيظهر التفاصيل، العناصر اللي بتعرضها أو جودة البيانات الوصفية اللي هذه المنصة Participation Reports أو التقارير المشاركة بتستعرضها، تتضمن الآتي: References، Open References، قائمة المراجع والمراجع المفتوحة. دي طبعا المراجع المفتوحة دي مبادرة قامت بها مجموعة من المؤسسات المختلفة، أنا بدعو كل الناس إن هي تشارك فيها. طبعا معظم الناشرين في الفترة الأخيرة بدأوا ينضموا ليها، ومعظمهم بيقوموا بعمل أوبن للريفرنسز الخاصة بيهم. الشق الأولاني هنا بنتكلم على هل يقوم الناشر بإيداع قوائم المراجع لدي أو لا، ففي الحالة دي بيقوموا بإيداع 77% فقط من المحتوى، وعندهم 100% أوبن ريفرنسز. فأنت ممكن لو محتاج تنضم للأوبن ريفرنسز تبعت إيميل لكروسريف تطلب منهم إن هم يعملوا المراجع أو قائمة المراجع الخاصة بك مفتوحة، وبكل سهولة هم بيقدروا يعملوا ده، وبتحصل على الرقم 100%. إنما الرقم الأول ده، هل أنت بتقوم بإيداع قوائم المراجع للأشياء اللي بتنشرها ولا لأ، هو ده السؤال المهم اللي احنا بنتكلم عليه هنا. بعد كده في الشق الثاني عندنا معرفات أوركيد. هل يقوم الناشر بإيداع أو الجامعة الناشرة للمجلات بإيداع معرفات أوركيد IDs ولا لا؟ ده شق برضو مهم جدا، أن أوركيد IDs لازم يقوم ليها إيداع، عشان تقوم ليها إيداع تكون موجودة جوه الـ XML files، فده من المهم جدا أن أنت تحط الـ أوركيد IDs أيضا. في الثلاث items دول مرتبطين ببعض المعلومات الخاصة بالتمويل،
وبعض المعلومات الخاصة بجوائز التمويل لو في حالة وجودها، وبعض المعلومات الخاصة بكروس ريف أو كروس مارك إنيبل. هل الناشر ده بيستخدم كروس مارك؟ ولو هو بيستخدمها، استخدمها لكم في المية من الكونتنت أو المحتوى الخاص بيه؟ وهنا هل في معلومات التمويل موجودة ولا لأ داخل المعلومات اللي يقوم بإيداعها؟ وأيضا عندنا الفندر ريجستري اي دي 42% مثلا في حالة الناشر ويلي اللي قام بعملية الإيداع عليها. فدي كلها برضو معلومات مختلفة للبارتيسيبيشن ريبورت أو العناصر المختلفة اللي لمنصة بارتيسيبيشن ريبورت بتحاول تطلع عليها وتشوف جودة البيانات اللي فيها. بعد كده عندنا ثلاث أشياء آخرين مهمين جدا، اللي هو التكست مايننج يو ار إلز. وده أظن الناس اللي بتستخدم مثلا منصات زي أوبن جورنال سيستم أو أو جي إس بيبقى موجود فيها الموضوع ده بشكل تلقائي. بعد كده عندنا معلومات عن الترخيص. بعد كده عندنا سيميلاريتي تشيك يو ار إلز، أيضا ده شيء مهم جدا لو أنت بتستخدمها أنت تقوم بإيداع الروابط الخاصة بخدمة فحص التشابه. وأيضا هل يقوم الناشر بإيداع الملخصات الأبحاث دي ولا لأ، ده برضو شيء مهم. يبقى عندنا دول تقريبا العناصر العشرة المهمة اللي participation reports بتديك فكرة عنهم. فأنت بكل سهولة كناشر وعضو في المؤسسة تقدر تدخل على موقع participation reports وتقدر وتشوف كل المحتوى الخاص بيك. بل بالعكس، انت تقدر تقوم مش بس تبحث باسم الناشر زي في الحالة دي ويلي وكل المحتوى المسجل بتاعه، بس انت ايضا تقدر تعمل فلتريشن او تحدد او تخصص. فانا عايز اشوف المجلات اللي بتنشر من قبل ويلي مدى جودة البيانات الوصفية بيها، المجلات الكتب اللي بتنشر من قبل ويلي مدى جودة البيانات الوصفية فيها. وهنا عندنا هذا القسم خاص بمعلومات مفيدة لو حضرتك تطلع على معلومات مفيدة أكتر. وفي هذا الصندوق تقدر حضرتك تدخل معلومات عن اسم دورية معينة لو حضرتك عايز تعرف جودة البيانات الوصفية اللي بتقوم هذه الدورية بإيداعها. تقدر تطلع على كل هذه المعلومات، وأيضا تقدر تبحث في إطار زمني معين. يعني لو حضرتك محتاج تحدد إطار زمني معين تقدر تطلع عليه أيضا. فوائد مشاركة البيانات الوصفية، إن ده شيء مهم جدا. يعني ليه كروس ريف تخلي الموضوع open لكل الناس أو مفتوح لكل الناس، إن هم أنا ناشر معين أقدر أبص الناشر واي مثلا عمل إيه، الناشر ألف عمل إيه، الناشر باء عمل إيه. ده بيشجع على الناس مشاركة المعلومات، والناس تقدر تتطور أكتر. فبيساعد على اكتشاف أكتر للمحتوى المنشور، بيساعد أيضا على الانضمام لعدد أكتر من وسائل الاكتشاف اللي هي الابستراكتنج اند اندكسنج سيرفيسز. دي مهمة جدا، لأن ده بيساعد كل ما تكون بياناتي الوصفية بشكل أفضل وبشكل أحسن ومتطورة أكتر، وأنا كناشر بقوم بإيداع كل هذه البيانات الوصفية بشكل مكتمل زي ما كنا بنتكلم، ده بيساعد ان اكتشاف المحتوى بتاعي بشكل اسرع، فبقى احصل على عدد اقتباسات اكبر، فجودة المحتوى اللي بتاعي بيعلى، فبقدر انضم لوسائل اكتشاف اكتر واكتر. فيعني دي نفس الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها، ان الموضوع كله بروسس او عملية مرتبطة ببعضها. يتم فقط مشاركة البيانات الوصفية وليس نص الكامل، ودي حاجة اظن مهمة للناس اللي شغالة بالسبسكريبشن موديل او الناس اللي شغالة بهذا النظام، انه ما تقلقش جدا على الفول تيكست الخاص بيك ما بيتمش مشاركته على الاطلاق، يتم مشاركة فقط البيانات الوصفية اللي هي قد تحتوي على الابستراكت او ملخص البحث الخاص بيك. فاحنا هنا في الشق ده اتكلمنا عن البارتيسيبيشن ريبورتس بشكل عام، وعملنا اوفر فيو عنها. الرابط هبعته لحضراتكم تاني هنا اهوت، يعني ان شاء الله اي حد عايز يطلع عليه crossref.org/members/PREB ده تقدر تطلعوا عليه في اي وقت، وده بيتيح ليك فرصه ان انت تشوف جوده المحتوى اللي حضرتك بتقوم بإيداعه في منصة كروس ريف، وتقدر تقارن نفسك مع ناشرين آخرين وتشوف مدى جودة البيان. أنا محتاج أعمل ديبوزيتر ريفرنس، أنا محتاج أيضا أعمل إيداع للأبستراكت، فأشوف إيه الحاجات اللي ناقصة مني، إيه الحاجات اللي محتاج أنا كناشر أعوضها وأحسن منها. ده شيء مهم جدا. أي أسئلة يا جماعة حطوها في الشق الخاص على زوم في الأسئلة والأجوبة، وإن شاء الله بعد ما نخلص الشق الثاني والأخير هننطلق للأسئلة على الفور. نيجي بقى للجزء الأخير النهاردة اللي هو هيتضمن خدمات كروس ريف. هنتكلم عن الخدمات، ثلاث خدمات أساسية بتقدمها كروس ريف، وأظن دي حاجة سريعة وممكن بعد كده نرجع يعني بتفصيل أكتر للخدمات دي. أظن إحنا عملنا عن بعض هذه
السيرفيسز او الخدمات دورات او تفصيليه او ورش عمل تفصيليه ممكن تلاقوها على اليوتيوب، بس البعض الاخر لسه يعني انا شايف في طلب كبير على الكروس مارك. ممكن نعمل حلقه كامله عن كروس مارك لمده مثلا نصف ساعه بالتفصيل ونعرض امثله توضيحيه لو حضراتكم تطلبوا ده، يبقى شيء كويس يعني في البول اللي هتيجي في الاخر. بس مبدئيا دلوقتي احنا هنتكلم عن الريفرنس لينكينج وخدمه ربط المراجع وخدمه سايتد باي، هما الاثنين مرتبطين ببعض عشان كده هما ثلاث محاور اساسيه. هنتكلم عن خدمه ربط المراجع واقتبس بواسطه، ايضا هنتكلم عن خدمه سيميلاريتي تشيك فحص التشابه. انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا بالذات اللي في المنطقه العربيه لمنع السرقات الادبيه وخلافه. ايضا هنتكلم عن خدمه كروس مارك اللي حضرتك كنت بتتكلموا عليها كتير. في البدايه هنبدا بالريفرنس لينكينج اند سايتد باي او ربط المراجع. ربط المراجع ده بيشير للارتباط التشعبي للدي او اي، الدي او اي اللي هو بيشير في النهايه لمقاله معينه تم نشرها وعدد الاستشهادات اللي خاصه بها اللي حدثت لهذه المقاله. طبعا هنا الصوره اللي معانا دلوقتي بتوضح انا يوزر اللي هو في الحاله دي اظن هو ممكن القارئ العادي مثلا او حاجه. بعد كده في مقاله اتنشرت في ناشر الف اي وفيها قائمه مراجع طويله. طبعا قائمه المراجع دي بتحتوي على محتوى منشور عند ببلشر بي وببلشر سي او ناشر سي او ناشر اي، فعندي الناشرين الثلاثه دول. طبعا في بعض المقالات المنشوره على موقع اي تم اعاده سايتيشنز او اقتباسات ليها هنا. فطبعا دي الصوره التشعبية اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان قوائم المراجع دايما في العلم بترتبط بابحاث تم نشرها مسبقا عند ناشرين مختلفين. فهنا الخدمة دي ممتازة جدا، خدمة اقتبس بواسطة، ان هي تديك فكرة عدد الاقتباسات التي حصل عليها ابحاثك المنشورة. فمثلا على سبيل المثال ده مجلة اسمها بير جي، ودي قائمة المراجع الريفرنس ليست الخاصة او قائمة المراجع الخاصة باحد المقالات المنشورة عندهم. في البداية ازاي انا كناشر، خلينا نبدأ نشوف الموضوع ده، ازاي انا كناشر اقدر اضيف المراجع؟ واظن في الشق الخاص بالاسئلة كان في حد بيقدر ازاي اقدر اضيف الـ DOIs للـ Reference List، ازاي اقدر اضيف المعرفات الالكترونية اللي بتصدرها كروسريف لقوائم المراجع بتاعتي. ففي عندنا حوالي اربع طرق لهذا الموضوع. في البداية اول طريقة هي استخدام محرك بحث لمقالات فردية. ده اجراء بطيء شوية. معنى ايه الموضوع ده؟ ان انا باخد الارتكل تايتل اللي موجودة مثلا في الريفرنس الخاص بتاعي واروح على جوجل واعمل تايبنج واقدر اشوف واجمع واشوف هل اتنشرت، واقدر اشوف اوصل من جوجل للببلشر ويب سايت ومن هناك اقدر اكولكت او اجمع الدي او اي. دي طريقة بس بطيئة. في طريقة ان انا اقدر اعمل استعلام عن طريق كروسريف ويب سايت، ودي طريقة بتحتاج ان انا مهارة فنية او مهارة تقنية عالية واجراء سريع وفعال عن طريق استخدام الـ XML. دي طبعا الاخوة اللي شغالين في الدعم الفني اكيد على دراية بيها. فايضا ممكن استخدم ادوات البحث او منصة البحث البسيطة اللي موجودة على موقع كروسريف ان انا اقدر اتحقق من البيانات الوصفية. في طريقة ثالثة ان انا ممكن استخدم مدير البيانات الوصفية اللي بتقدمه المؤسسة الميتا ديتا مانجر اللي احنا عملنا اوريدي عنها سيشن كاملة قبل كده متاحة. اقدر ايضا استخدم نظام اخرى او بلاجنز اخرى زي البلاجنز الموجوده في OGS Open Journal System في الاصدار الاخير 3.1.2. في البدايه ان انا اقدر ازاي ابحث عن الدي او ايز الموجوده في الريفرنسز عن طريق اللينكينج للريفرنسز دي. لو رحت على الرابط اللي امام حضراتكم ده search.crossref.org/references ممكن اقدر ادخل واشوف المعلومات الموجوده بمجرد ان انا اقوم بعمل ايداع لهذه قوائم المراجع الموجوده عندي. بيحصل بروسيسنج ليها وبتقدر تظهر البيانات. طبعا شفنا حضراتكم الانبوت او اللي احنا دخلناه كان بهذا الشكل، فظهرت على سبيل المثال الاوثر الاولاني وبعد كده ظهر لي دو اي. انا محتاج هذا الرقم، هذا المعرف الالكتروني، فانا دخلت حوالي خمس مراجع في الصورة دي. تمام، طبعا السكرين شوت موضح بس الشق ده، فظهرت لي هذه المعرفات الإلكترونية. طبعا ممكن أوقات ما تظهرش لأن النتيجة بتكون ضعيفة، فممكن يكون مثلا هذه المقالة منشورة من 2007 والناشر في هذا الوقت لم يكن يستخدم معرفات كروسريف أو الدو آيز الخاصة بكروسريف. فدي الطريقة الأولى، لو أنا رحت على هذا الرابط ممكن أحصل على الدو آيز للمراجع الموجودة عندي. فبشكل عام خدمة اقتبس بواسطة أو cited by بتوديك نظرة عامة وواضحة على المنشورات التي استشهدت بجزء من المحتوى الخاص بك. يعني أنا ناشر وبنشر المحتوى بتاعي، بيظهر لي عدد الاقتباسات اللي حصلت للمحتوى بتاعي، المحتوى بتاعي ده حصل على كم citation أو حصل على كم اقتباس.
وأيضاً بيتيح للقراء الانتشار من المحتوى الخاص بك إلى المحتوى الذي تم الاستشهاد به، بمعنى أنا التي نشرت المقالة عندي وهذه المقالة حصلت على 5 اقتباسات أو استشهادات، فأقدر أضغط وأشوف إيه هي المقالات الأخرى التي اقتبست بالدراسة أو بالبحث اللي اتنشر على المنصة الخاصة بي. ده طبعاً مهم جداً في الناحية الأكاديمية أو العلمية، لأن إحنا عارفين إن العلم كمنحنى دايماً بيبني على بعضه، ففي جزء بيكمل جزء بيكمل جزء ثالث، فدي اهميه الاقتباسات او الاستشهادات بشكل عام. عندنا هنا مثال من ببلشر تيلور اند فرانسيس من احد الدوريات الخاصه بيه، فنقدر هنا نشوف 15 كروس ريف سايتيشنز تو ديت، يعني حصل هذه المقاله حصلت على 15 استشهاد مختلف، في 15 مقاله اخرى استشهدت بهم. مجرد الضغط بتظهر لي هذه التفاصيل، هذه هي أسماء وتفاصيل الخاصة بالمقالات الأخرى التي اقتبست أو التي استشهدت بهذه المقالة المنشورة من تيلور أند فرانسيس. طب دلوقتي السؤال المهم، أنا دلوقتي مهتم بهذه الخدمة سايتد باي، أنا محتاج أشترك في هذه الخدمة عشان أعرف المحتوى بتاعي اللي بنشره على المنصة بتاعتي كم حصل على عدد اقتباسات أو استشهادات. في البداية الخطوة الأولى إن أنا أقدر لازم اقوم بايداع كل المراجع الخاصه بي، يبقى الريفرنس ليست لازم اعمل لها ديبوزيت في كروس ريف داتابيز، يبقى لازم اعمل ريفرنس ليست بتاعتي لازم تكون موجوده في كروس ريف في مستودعات كروس ريف. الحاجه الثانيه اللي انا مطلوب مني اعملها ان انا بقوم بارسال رساله للبريد الالكتروني member@crossref.org، واقدر اسجل او اطلب منهم ان انا محتاج اسجل او اشترك في خدمه سايتد باي. بعد كده بقدر احصل على استعلام من خلال كروس ريف على قائمه تعريفيه بكل الدوائز اللي بتستشهد بيا، واقدر اعرضها على الموقع الخاص بيا. هنا ممكن تحتاج بس الدعم الفني او فريق الدعم الفني في الجامعه او في الناشر ممكن يساعدك عندك ان هو يقدر يفعل هذه الخدمه بعد الحصول عليها. من المهم ايضا توضيح ان هذه الخدمه اقتبس بواسطه بدون رسوم على الإطلاق، يبقى خدمة سايتد باي لا توجد لديها أي رسوم على الإطلاق. أنا أيضا ممكن أتحقق من الاستشهادات اللي حصلت عليها البحث أو المقالة الخاصة بتاعتي لو رحت على doi.crossref.org، وبعد ما أدخل كل بيانات العضو واليوزر نيم والباسورد بتوعي، فبقدر أدخل على سايتد باي لينكس وأقدر أطلع على عدد الاقتباسات اللي حصلت للدي او اي الخاص بيا. فانا مطلوب مني ان انا ادخل الدي او اي الخاص بيا، واقدر اطلع في هذه الحاله على كل المقالات التي اقتبست الابحاث المنشوره في المنصه الخاص بيا. وده ايضا رابط بيوضح لنا رابط مفصل اكتر، والسلايدز هيتم مشاركتها، فكل الروابط دي هتكون موجوده. يبقى احنا كده خلصنا الشق الاولاني او خدمه الاقتباس بواسطه اللي كنا بنتكلم عنها. الشق الثاني اللي احنا هنتكلم عنه ايضا اليوم هو خدمة فحص التشابه أو Cross-Ref Similarity Check. Cross-Ref Similarity Check أو خدمة فحص التشابه من Cross-Ref دي خدمة مهمة جدا، وأنا بجدها أحد أهم الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة للناشرين، سواء زي ما قلنا ناشرين في القطاع الخاص أو ناشرين جامعيين للجامعات والدوريات العلمية. بتمكنهم من إن هم قبل نشر أي محتوى يقدروا يتحققوا من مدى التشابه الموجود في هذا المحتوى مع محتوى آخر منشور قبل ذلك، لمنع أكيد بنقول للمرة الثانية حدوث أي سرقات أدبية. لأن الموضوع هنا مش معنى إن السيميلاريتي بيرسنتج أو نسبة التشابه عالية جدا إن في سرقة أدبية، لأن ممكن يكون ده بيختلف من فرع علمي لفرع علمي آخر. فعشان كده احنا حتى مسمينها التشابه، سيميلاريتي التشابه. احنا مش بنقول إن في حصل سرقة أدبية ولا لا، احنا بنقول لك ان في تشابه كبير، وبنديك النسبة ونديك تفصيل زي ما هنشوف عن التشابه، وانت كإديتور بعد كده او كمحرر لهذه الدورية علمي تقدر تاخد القرار هل هذه سرقة أدبية لو التشابه عالي جدا او هو مجرد تشابه، فبتقدر تحكم بعد ذلك. خدمة فحص التشابه بتمنح هذه الخدمة زي ما قلنا الاعضاء منع حدوث اي سرقات أدبية. الخدمة معتمدة على قاعدة بيانات Turnitin Database، تستخدم تكنولوجيا اسمها Authenticate. تلاقي حضراتكم بتسمعوا الاسم ده كتير لو الاخوه المشتركين في كروس ريف، فهي بتستخدم Authenticate بيزد من قاعده بيانات Turnitin Database. بس الخدمه بشكل اساسي او الشكل الشرعي اللي اسمها من مؤسسه كروس ريف هو كروس ريف سيميلاريتي تشيك باورد باي Authenticate او بقوه Authenticate.
تمنح هذه الأداة المهنة مقارنة المحتوى المنشور مع ملايين الأبحاث العلمية المنشورة حول العالم. تساهم أيضا هذه الخدمة في حماية، دي شق مهم جدا. أنا كناشر ممكن ناشر يقول لي أنا متأكد من جودة المحتوى العلمي اللي أنا بنشره، فما فيش داعي بالنسبة لي، أو أنا بنشر لهاي كواليتي كونتنت مثلا محتوى علمي عالي الجودة، إيه الداعي أن أنا أشترك؟ لا، بريفنت المحتوى الجديد أو بتمنع، لأن تقوم بإيداع أنت المحتوى بتاعك قبل النشر، فبتمنعه لو في نشر بعدك بيعمل authenticated check يقدر يتحقق وهاجد المحتوى بتاعك، فهيعرف ان هذا البحث تم نشره قبل ذلك او هذه المعلومات تم نشرها قبل ذلك. نيجي بقى للشق اللي معانا برضو، ايه هي authenticate او ما هي اداة authenticate؟ هي اداة الكشف عن التشابه في المحتوى، ده بيكون شكل المنصة authenticate. الاداة بتعتمد تكنولوجيا اسمها text based screening او اداة فحص النصوص مباشرة، هنشرح ده يعني ايه دلوقتي. يعني عشان يعني ندي لحضراتكم فكرة، الاداة فيها بليون اكتر من بليون ويب بيجز حصل ليهم احتواء، يعني منضم لقاعدة البيانات authenticate. في حوالي 75 ايضا و 57 متأسف 57 مليون محتوى من اعضاء كروسريف فقط، وايضا في حوالي مليون وخمسة 100 مليون وخمسة items مختلفين موجودين من قواعد بيانات اخرى زي ابسكو هوست وقواعد البيانات الاخرى المختلفة. فده بيدينا فكرة ليه احنا بنذكر الارقام دي، بيدينا فكرة عن قد ايه اداة authenticate متطورة جدا جدا في كشف التشابه، تعتبر احد افضل الادوات الموجودة اكاديميا في صناعتنا في كشف التشابه والسرقات الادبية بضخامة المحتوى. كل هذا المحتوى الرهيب، ملايين الملايين الملايين من المقالات موجودة ومستخدمة، ففي حالة ان انت تفحص التشابه تقدر تتحقق من خلال هذا المحتوى او المقالات الخاصه بك مع هذه المقالات الاخرى. نيجي بقى نشوف authenticate بتشتغل ازاي، كيف تعمل هذه الخدمه. حضرتك كمستخدم او كناشر بتقوم برفع البحث الى قاعده التشابه، بيتم انتاج تقرير التشابه، بعد كده بنقدر نقارن جزء بجزء زي ما حضرتكم شايفين. دي بيكون شكل المنصه بعد رفع الابحاث. الشق اللي على اليمين هنا دي نسبه التشابه اللي هي 39% 39% في هذه الحالة. وبعد كده عندي هنا بيديني اوفر فيو كامل متكامل عن التشابه، يعني بيقول لي رقم واحد اي حاجة هتشوفها باللون الاحمر واخدة 4%، يعني في 4% من هذه المقالة تم اخذها من هذا المصدر اللي هو رقم واحد اللي في الصورة اللي امامنا، وانا مميزها باللون الاحمر كبرنامج. بعد كده مثلا اللون الأخضر في 5% من هذا المحتوى أو 1% من هذا المحتوى تم أخذه من هذا الرابط. وتقدر تشوف كمان إيه الرابط ده، يعني أظن لو يعني لو حضراتكم مهتمين أكتر ممكن نعمل عنها حلقة نقاش مفصلة، بس ده بشكل مبسط إن حضرتك بتقوم برفع البحث بتظهر لك نسبة التشابه، بيتم إنتاج تقرير التشابه، تقدر تقارن جزء بجزء وتطلع على كل التفاصيل، وتقدر أيضا تشوف ما هو المحتوى الذي تم الاقتباس منه، ما هو جودته، تقدر تطلع كمان وتروح للصفحات الخاصة بالمحتوى الذي تم الاقتباس منه، ويتم أيضا نشر المحتوى الجديد. لو حضرتك بترفع البحث بتاعك بيتم إضافته على الفور لقاعدة البيانات الخاصة بأيثنتيكيت لمنع أي حدوث أي تشابه مع المحتوى اللي حضرتك بتنشره أو سوف تنشره في المستقبل. فده شيء مهم جدا جدا جدا. لو حضراتكم محتاجين تفاصيل أكتر أظن هنحتاج نعمل حلقة نقاش مخصصة عن أيثنتيكيت، لأنه موضوع مهم جدا جدا وبيمنع حدوث مشاكل أكاديمية مهمة جدا. فده أيضا نظرة مقربة عن البورتال الخاصة بأيثنتيكيت أو النظرية أو يعني قاعدة البيانات الخاصة بأيثنتيكيت. وهنا بقدر أشوف كل التفاصيل، هذا المنصة الخاصة بالبحث بتاعي، هنا القوائم الأشياء التي تم الاقتباس منها، وهنا نظرة عامة مفصلة أو رقم موضح نسبة التشابه اللي حصلت. لو في أي سؤال حضرتكم تكتبوه لما نخلص إن شاء الله هنتناقش في الموضوع ده. طب إزاي أنا أقدر أنضم للسيميلاريتي كروسريف سيميلاريتي تشيك؟ بتقدر حضرتك كعضو تبعت إن أنت محتاج هذه الخدمة أو محتاج تنضم لهذه الخدمة، وعلى الفور بيقوم الفريق المخصص من كروسريف بالتواصل معك. وهذه الخدمة ليست مجانية، هي تحتوي على 20% من قيمة اشتراكك السنوي كعضو، بالإضافة لأن كل بحث بيتم رفعه بيكون له سعر مستقل. وهذا الجدول أو هذا التيبل اللي أمام حضراتنا بيحتوي حضراتكم بيحتوي على قائمة مفصلة للأسعار الخاصة بكروسريف.
فأنا بنصح دايما لو حضرتك محتاج بتبعت إيميل للممبر كروسريف وتطلب منهم معلومات مفصلة أكتر لو أنت محتاج تنضم لهذه الخدمة اللي أنا شايفها مهمة جدا جدا جدا، أحد أهم الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة. بعد كده عندنا النهاردة حاجة مهمة جدا، وشوفنا طبعا أسئلة كثيرة جات عليها، اللي هي الشق الخاص بكروس مارك. كروس مارك هي أحد الأدوات المهمة جدا جدا، هي عبارة عن أيقونة بيتم إضافتها لكل الملفات النهائية المنشورة، وعند الضغط عليها يظهر بعض المعلومات الوصفية. طبعا احنا ليه قلنا البيانات النهائية المنشورة؟ لأن في ناشرين بينشروا PDF فقط، ففي الحالة دي بيضيفوا هذه الأيقونة إلى ملفات PDF. في ناشرين آخرين بيقوموا بإضافة HTML، ففي الحالة دي لازم أيضا الأيكون أو كروس مارك أيكون تكون موجودة inside HTML، موجودة أيضا داخل HTML. فده مهم جدا أنت تضيف كروس مارك أيكون في كل أداة أنت عضو فيها، ومدى أنت اشتركت فيها تضيفها في كل الملفات الخاصة بيك. هي أيقونة زي ما حضراتكم شايفين، ده الشكل الخاص بيها، وهي أيضا وسيلة مهمة في حالة حدوث تحديث للمحتوى المنشور. دي زي ما كنا بنتكلم دايما، الغرض الأساسي هو جودة البيانات الوصفية، أحد أهم الأيتمز اللي اتكلمنا عليها، إن دايما البيانات الوصفية دايما نتأكد إنها محدثة باستمرار. فنفترض إن أنا ببلشر نشرت مقالة معينة، بعد فترة معينة من الوقت اكتشفت إن كان في خطأ حدث مثلا في أحد الصور المرفقة مع هذا البحث، فأنا ما أقدرش يعني بكل سهولة أشيل البحث اللي اتنشر، لأن ما نشر طبعاً ما نقدرش نعمل له إزالة بكل سهولة. بقى في الحالة دي بننصح، أو الأخلاقيات النشر العلمي بتقترح، إن أنت بتنشر أبديت، فبتعرف المجتمع العلمي إن حصل مثلاً تحديث لهذه المقالة، وبتنشر المقالة الجديدة بكل تفاصيل المقالة القديمة، وتستبدل الشكل القديم اللي حصل فيه المشكلة بالشكل الجديد، وبتعمل توضيح. فأنا لو بطلع على الشكل القديم وضغطت على كروس مارك ايكون، بيظهر لي، وهنشوف دلوقتي، بتظهر لي معلومه تقول لي ان هذه المقاله تم تحديثها، وهذا الرابط او هذا الدي او اي الخاص بالمقاله الجديده. فالمعلومات بتظل متاحه ويمكن الدخول اليها من موقع الناشر، لان هذه الايقونه يتم اضافتها الى الاتش تي ام ال والبي دي اف الخاصه بموقع الناشر، وهي ايضا تستطيع ان تقرا لغه الماكينه او تستخدم احدث الوسائل التكنولوجيه عن طريق الربط مع كروس ريف اي بي اي. وده شيء مهم جدا 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 في دائما الاستمراريه الخاصه بكروس مارك. هنا عندنا صوره او سكرين شوت من احد الناشرين، ونشوف شكل الايقونه الخاصه بكروس مارك، وهي ديسبليت جوه الاتش تي ام ال. هذه الصفحه، هذه مقاله، وهذه تفاصيل المؤلفين، وهذه عدد دي طبعا الميتا داتا اللي احنا بنتكلم عليها، ده عنوان المقاله، هذه اسماء المؤلفين، الاوركيد اي ديز الخاصه بها، عدد الصفحات، التواريخ، ليس فقط تاريخ النشر، تاريخ متى تم استلام البحث، متى تم الموافقه على هذا البحث من الناحيه العلميه والاكاديميه، متى تم نشر هذا البحث. وهذا هو المعرف الدي او اي اللي اتكلمنا عنه في بدايه الويبينار او حلقه النقاش اللي احنا شغالين عليه. فنرجع تاني للكروس مارك، هذه هي الايقونه الخاصه بكروس مارك، بمجرد الضغط عليها بشوف تظهر لي هذه النافذه التي تحتوي على اول معلومه اساسيه. عند الضغط عليها بشوف هذه، لو في حاله ظهور علامه صح بعرف او بتاكد ان هذه هي النسخه الاحدث من المقالة التي أقوم بالاطلاع عليها، عشان كده دي أهميتها. وبيكون في بعض البيانات الموجودة هنا في كروس مارك بوليسي بالنسبة لهذا الناشر، هذا رابط الـ DOI الخاص بكروس مارك بوليسي. وبعد كده عندي مجموعة من البيانات الأخرى، بعض البيانات الوصفية الأخرى، في حالة رغبتي في الاطلاع عليها ممكن أقوم بالاطلاع عليها، زي أسماء المؤلفين، زي الـ Clinical Trial، زي الـ Funding Information أو معلومات التمويل، ومعلومات الترخيص أو الـ License Information. فده أيضا شيء مهم جدا. في حالة إذا كانت هذه المعلومات تم تحديثها أو تم تحديث هذه المقالة، تظهر لي هذه النسخة Updates are available، هناك محتوى أو Updates متوفرة من هذه المقالة، اضغط هنا لكي تذهب إلى هذه الأحدث نسخة. فمن هنا تكمن أهمية هذه الخدمة أو هذه السيرفيس. في حالة حدوث ريتراكشن أو استبعاد لمقالة معينة، فبتقول لك قبل ما أنت حضرتك بتقرأ هذه الأرتكل أو هذه المقالة، انتبه لأن هذه المقالة تم استبعادها. طبعا مش استبعادها، في الحالة دي ما بنقدرش نمسحها زي ما بنقول، لأن ده ضد أخلاقيات النشر العلمي أو أخلاقيات النشر العلمي. إحنا كل اللي إحنا بنقوم به إن إحنا بننشر بنعمل عملية ريتراكشن أو استبعاد، وبنوضح لحضرتك كقارئ إن هذه المقالة تم
استبعادها واضغط هنا للحصول على أحدث نسخة من هذه المقالة. فده شيء مهم جدا، وأكيد هتلاقي هناك retraction notice أو سبب حدوث عملية retraction، وده شيء مهم جدا. معلومات أيضا مهمة نعرفها عن كروسمارك، حوالي 900 ناشر حول العالم بيستخدموا هذه الخدمة، فده بيورينا قد إيه هذه الخدمة مهمة جدا، إن عندنا حوالي أكثر من 900 ناشر حول العالم بيستخدموها، فده شيء مهم جدا، مرتبطة بحوالي 11 مليون معرف رقمي للأبحاث. يعني 900 ناشر نشر حوالي أكثر من 11 مليون مقالة، تم عمل assignment للديو آيز، فمرتبطة بأكثر من 11 مليون بحث منشور. 1% فقط من هذا المحتوى تم تحديث لي، يعني الباقي هذا المحتوى 99% من المحتوى المنشور بيستخدمه كروس مارك. وعندما تضغط على الأيقونة الخاصة بكروس مارك اللي احنا بنتكلم عليها هنا، بتلاقي ان المحتوى up to date او document is current، معناه ان ده المحتوى النهائي. فده بيورينا ان معظم الناشرين ما عملوش تحديث، لان ما حصلش داعي لتحديث المحتوى، بس 1% فقط من هذا المحتوى حصل له بقى اي اسباب، سواء ريتراكشن او حصل ابديت او ايراتم او اي تحديث حصل، حصل لواحد في المية فقط. فده ايضا بيدينا للناس اللي بتدرس العلوم والابحاث العلمية، وبيدينا ايضا فكرة، بيمنحنا بيفتح لنا الباب ايضا ان احنا نقدر نعرف اكثر عن ازاي او كمية الابحاث التي يحدث لها تصليحات بعد النشر، او كمية الابحاث التي يتم استبعادها بعد النشر. فده بيدينا فكرة مهمة جدا. أكثر من 4000 تحديث واستبعاد تم للمقالات، فعندنا أكثر من 4000 أبديتس حصلت أو ريتراكشنز حصلت لهذا المحتوى المنشور. ده شيء مهم جدا 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 خدمة كروس مارك بتعرضه لينا. طبعا كيفية المشاركة ده شق مهم جدا، وبرضه لو محتاجين أظن نتكلم عنها ممكن نعمل حلقة نقاش مفصلة عن كروس مارك، لأن هي مهمة جدا، وكان في الشق الأولاني ناس كتير بتسأل عنها أو بتطلبها. فكيفية المشاركة، في البداية تتواصل مع مؤسسة كروس ريف، تبعت إيميل للشق الخاص بالأعضاء، وتبدي رغبتك كناشر كعضو في المؤسسة إن أنت محتاج تنضم إلى خدمة كروس مارك. الحاجة رقم 2، ودي كانت أحد الأسئلة من الإخوة المشاركين، قم بإعداد سياسة كروس مارك الخاصة بك، وقم بتخصيص معرف لهذه الصفحة. يعني إيه؟ بنقول إن حضرتك كناشر أو كعضو في المؤسسة المفروض تروح على البلاتفورم أو المنصة الخاصة بك وتعمل كروس مارك بوليسي أو سياسة كروس مارك الخاصة بك. ده مهم جدا، بتحط في هذه الصفحة، ده مهم من شق الناحية الأدبية أو الناحية أخلاقيات النشر العلمي، بتقول سياسات كروس مارك الخاصة بي. وطبعا ممكن حضراتكم، يعني أنصح حضراتكم تطلعوا، وأنا موجود برضو لو في أي استفسارات أو حاجة، على أمثلة من ناشرين عالميين مختلفين، لو عملت سيرش على مثلا كروس مارك بوليسي لأي ناشر، وممكن تشوف وتاخد فكرة عامة عن الصفحة دي بتحتوي على إيه، المفروض أنا كناشر أضمه في هذه الصفحة. وممكن تطلب من فريق الدعم الفني الخاص، بعد ما يعني جهزت عملت درافت للكروس مارك بوليسي الخاصة بيك، تطلب من فريق الدعم الفني الخاص بيك إن هو يقوم بعمل إنشاء هذه الصفحة على المنصة الخاصة بيك، ويقوم أيضا، وده شيء مهم جدا، بإيداع أو بتخصيص معرف رقمي لهذه الصفحة. ده شيء مهم جدا أنت تعمله وبترسله للمؤسسة، لأن هتشوف مع كل مرة بتضغط على الأيكون الخاصة بكروس مارك بتظهر لحضرتك الكروس مارك بوليسي الخاصة فيك كناشر. عشان كده دي أهمية الخطوة رقم 2، أتمنى تكون واضحة. لو في أي سؤال لحضرتكم تكتبوه في Q&A section. قم بإيداع بيانات كروس مارك مع بياناتك الوصفية العادية أو ملف مستقل. يعني أنا دلوقتي نشرت البحث، فعلت الأيقونة الخاصة بي، لازم أقوم بعملية ديبوزيت أو إيداع البيانات الخاصة بكروس مارك من خلال منصات كروس ريف المختلفة اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية. مش مجرد فقط ان انا فعلت الايقونة وخليت الايقونة موجودة عندي، لان في الحالة دي لو خليت الايقونة موجودة فقط واضغط عليها هتديني علامة اكس او علامة غلط، لان انا لم اقم بايداع المعلومات الخاصة بكروس مارك من البداية. طبعا حاجة مهمة جدا ان احنا نقول عليها، ان هذه الخدمة كانت في الماضي قبل يناير 2020 هي خدمة بمصاريف، يتم دفع مصاريف مستقلة لها، بس مؤسسة كروس ريف بداية من شهر يناير 2020
أطلقت هذه الخدمة بالمجان لكل الأعضاء. أنا شايف إن ده شيء مهم جدا جدا جدا، وبيشجع كل المؤسسات أو الأعضاء في كروسريف إن هم يبدأوا يستخدموا هذه الخدمة المهمة جدا. يبقى كروس مارك خدمة starting أو بداية من يناير 2020 مجانية للجميع، يقدروا يستخدموها عن طريق الثلاث خطوات المبسطة اللي احنا شرحناهم. بتواصل مع المؤسسة، بأبدي رغبتي في الانضمام إلى هذه الخدمة، بعد كده بقوم بإعداد سياسة كروس مارك الخاصة بك، وبتقوم بتخصيص معرف لهذه الصفحة. يعني أنا عايز أوريكم أوري بس لحضراتكم لأهمية الخطوة رقم 2، قم بإعداد سياسة كروس مارك الخاصة بك في أحد الصور اللي احنا اتكلمنا عنها. لما بنضغط على هذا هو الشق، هذه هي البوليسي أو السياسة الخاصة بي، فدايما بتظهر في أي صفحة بغض النظر عن الرقم هنا ايه، دايما هي دي. فحضرتك البوليسي أو السياسة الخاصة بيك هتظهر هنا مرتبطة بكل مقالة، هي نفس الفكرة هنا برضو، هي دي السياسة الخاصة بيك هنا أيضا. بغض النظر عن النتيجة هنا، دايما البوليسي مهمة، دايما البوليسي موجودة. فهي دي الخطوة رقم 2 اللي احنا نقصدها، هي دي الخطوة رقم 2، يعني إعداد سياسة كروس مارك الخاصة بك، وقم بتخصيص معرف لهذه الصفحة. وزي ما قلنا هذه الخدمة أصبحت مجانية بداية من شهر يناير 2020. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ثلاث خدمات مهمين بتقدمهم المؤسسة. في اتكلمنا عن خدمة cited by and reference linking، اتكلمنا عن هذه الخدمة، اتكلمنا ايضا عن خدمة كروس مارك واحد الخدمات المهمة، ودلوقتي واتكلمنا ايضا عن كروس ريف similarity check. دلوقتي هننتقل للشق الاخير في الحقيقة معانا النهاردة، هنتكلم عن فريق المساعدة والدعم الفني. طبعا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي مجالات واسعة وخدمات مختلفة، فبتتضمن فريق جبار من الدعم الفني في المؤسسة، متواجد دائما وبيعمل بتايم زونز مختلفة ان هو يدعم مختلف الأعضاء. بيقوم فريق الدعم الفني بمساعدة كل الأعضاء في التعامل مع بياناتهم الوصفية والرد على أي استفسارات بتوجه إليهم. بيقومون أيضا بمساعدة الجميع في التعرض على البيانات الوصفية، مش شرط يكون عندك مشكلة عشان تتواصل معهم، ممكن لو عندك أي استفسار في البداية قبل ما تجرب أي حاجة أو عندك أي سؤال محتاج تسأله فممكن تتواصل معهم في الحال. عشان ندي حضراتكم فكرة عن أهمية البيانات الوصفية والأسئلة اللي بتيجي عليها، المؤسسة عملت استطلاع وجدت إن حوالي ثلث الاستفسارات المرتبطة اللي بتجيها دايما بتكون مرتبطة بالبيانات الوصفية. فده بيدي مؤشر عن أهمية البيانات الوصفية أو الميتا داتا انكوايريز اللي بتيجي كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة إن ثلث الاستفسارات بتتكلم عنها. أيضا يمكنكم إيجاد معلومات مفصلة عن الخدمات وكيفية استخدامها عن طريق هذا الرابط support.crossref.org. فدايما اي استفسار او اي معلومات لو عند حضرتك اي معلومة او محتاج اي معلومة من فريق الدعم الفني دايما متواجدين عن طريق هذا الرابط الموضح، ودايما زي ما بنقول السلايدز هيتم مشاركتها. ايضا كروسريف اطلقت منصة مجتمعية جديدة، ده حدث السنة اللي فاتت في اخر 2019، منصة مجتمعية جديدة موجودة على الرابط community.crossref.org. بننصح الجميع كل الاعضاء ان هم يشتركوا sign up وانضم لهذه الكوميونيتي بلاتفورم، وتقدر من خلالها تتواصل بشكل مباشر مع اعضاء كروسريف المختلفين، تقدر تتواصل مع كروسريف ستاف موجودين الشغالين موظفين الموجودين في المؤسسة، وتطرح اي اسئلة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في قسم خاص نيو كروسريف ممبرز، اعضاء كروسريف الجدد، ده قسم مهم جدا جدا جدا. لو انت عضو جديد وعندك استفسارات جديدة ممكن تنضم ليه. في قسم خاص للدعم الفني او التكنيكال سبورت، في قسم خاص للبرنامج الخاص بميتا داتا مانجر. فده يعني كوميونيتي بلاتفورم ممتازه جدا جدا، بشجع كل الناس كل الاعضاء ان هم ينضموا ليها، سهله جدا استخدامها، سهله. ممكن تعمل بوست للسؤال بتاعك او ترسل السؤال بتاعك، نشر للسؤال بتاعك، وعلى الفرو بتجد تجاوب وتفاعل مستمر. فهي مهمه جدا جدا، بنصح فعلا الجميع بمحاولة الانضمام ليها والتواصل معها. في النهاية بنختم مجموعة من الروابط أو المصادر المفيدة. أنصح أي حد محتاج يعرف معلومات أكتر عن خدمات كروسريف، إيه هي كروسريف، إيه الخدمات اللي بتقدمها، منصة السبورت ممتازة ممتازة excellent support.crossref.org، منصة متكاملة بتقدم لك معلومات شافية ووافية عن كل خدمات كروسريف التقنية دي، مفيدة جدا كمان للإخوة اللي في التكنيكال سبورت أو الدعم الفني. أيضا عندنا حاجة جديدة
أطلقوها منهج كروس ريف، عبارة عن ويب بيجز مبسطة جدا وصفحات إنترنت مبسطة جدا، crossref.org/education، فيها معلومات مهمة جدا جدا ومجموعة من المصادر المفيدة الرائعة. عندنا طبعا المنصة المجتمعية اللي كنا بنتكلم عليها community.crossref.org، دي منصة مهمة جدا جدا، بنشجع الجميع إن هم يدخلوا، الأعضاء الجدد لهم قسم خاص يقدروا يدخلوا ويعملوا بوست للأسئلة بتاعتهم، وكروس ريف ستاف موجود على الكوميونيتي بلاتفورم وبتتفاعل مع الناس ويتواصلوا مع الناس على طول. ايضا الشق الاخير والرابط الاخير معانا كروس ريف ان عربيك فيديوز، دي مجموعه فيديوهات باللغه العربيه على الاوفيشال كروس ريف يوتيوب شانل، هتلاقوهم وهتلاقوها موجوده، تقدروا تطلعوا عليها وتشوفوا مجموعه من المعلومات، وهتلاقوا ايضا تسجيلات لبعض الويبينارز او الحلقات النقاشيه اللي احنا عملناها موجوده على هذه المنصه. طبعا احنا كده وصلنا للنهاية، حابب اشكر كل الاخوة اللي شاركوا معنا النهاردة وكل التفاعل الجميل والرائع. اتمنى ان اللايف ايفنت اللي احنا عملناه للميدل ايست او منطقة الشرق الاوسط النهاردة يكون عجبكم جدا ومحاز على اعجابكم. معنا حوالي ربع ساعة ممكن ننتقل او نتلقى فيها اي اسئلة او استفسارات، وبعدها ان شاء الله بعد الاسئلة ما نخلص الاسئلة نقدر نختم. فلو عند حضراتكم اي اسئلة او استفسارات ياريت تتفضلوا بيها. في البداية بس الاخت فانيسا دلوقتي هتبعت لكم بول او استفتاء، فلو عند حضراتكم اي اسئلة او اي مقترحات حضراتكم هتملوها، هتقيموا هذا الويبينار، ولو عند حضرتك او حضرتك محتاجة معلومات اكتر عن خدمة معينة اطلبي هذه المعلومات، وان شاء الله نرتب بناء على نشوف أكتر خدمة تم الطلب عليها، ونرتب أكتر من حلقة نقاش أونلاين قادمة إن شاء الله نشرح بها بالتفصيل. أنا عارف إن دي تعرضنا بشكل سريع لأن الإيفنت كان بيغطي مناحي مختلفة، فإن شاء الله في حلقة النقاش القادمة إن شاء الله بناء على رغباتكم نبدأ ناخد الخدمات كلها بالتفصيل ونعمل ديموز ونشوف كل التكنيكال إمبليمنتيشن والتفاصيل الفنية اللي ممكن نتعرض لها. فبنسى إن شاء الله هتشارك معاكم البول دلوقتي، وفي نفس الوقت لو عند حضراتكم أي استفسار هنبدأ نروح وراه لحد الساعة 5 بتوقيت دبي إن شاء الله نخلص، هنشوف الأسئلة وحضراتكم تردوا على الاستفتاء اللي هيظهر على نفس الشاشة بتاع زوم دلوقتي. Vanessa, you can share the poll information with the attendees, and in the meantime, I will try to go to the Q&A section to respond to the inquiries. Sure, okay. You should all be able to see some questions on your screen now. If you could give us some feedback, this would be great. We can also then look at what webinars we will do in future. لو حضراتكم تقدروا دلوقتي تشوفوا البول المفروض الأسئلة ظهر أمام حضراتكم تملوها، ونقدر نشوف إيه الويبينارز اللي ممكن نعملها في المستقبل اللي حضراتكم هتطلبوها ونقدر نتكلم عنها إن شاء الله. في الحالة دي هنقدر نروح في خلال مجموعة من الأسئلة. If you provide us for this the video of this webinar, إن شاء الله يكون في recording للويبينار وهنبعت لحضرتك الفيديو. Can you please prepare a seminar about similarity authenticate؟ إن شاء الله بنشتغل مع المؤسسة ونعمل سيمينار عن الـ عن الـ عن السيميلاريتي تشيك، وممكن حضرتك في البول تكتب كده إن حضرتك محتاج. How can I get an active cross mark on PDF file؟ حضرتك عشان تحصل على active لازم تقوم بإيداع وتعمل ديبوزيت لكروس مارك XML أو المعلومات الخاصة بكروس مارك XML في قاعدة بيانات كروس ريف. أستاذ بسيمة حضرتك بتقول هاي، فلو عند حضرتك أي استفسار أو أي حاجة. أستاذة فكرات بتشكرنا، تمام. لو في أي أسئلة يا جماعة أو استفسارات تحت أمركم حضراتكم تبعتوها في الشات بوكس أو الكيو أند إيه وإن شاء الله نرد عليها. في سؤال من الأستاذ محمد،
طبعا في جامعات استاذ محمد اعضاء ايضا في مؤسسه كروسريف، في ايضا فاندرز اعضاء في او مؤسسات تمويليه اعضاء في كروسريف، لان هم كفاندنج انستتيوشنز بيقدروا يطلعوا على المعلومات او الابحاث التي قاموا بتمويلها. في طيف مختلف موجود في كروسريف. في ايضا في خدمات نشر او الشركات اللي بتقوم على خدمات النشر ايضا اعضاء في مؤسسه كروسريف. ففي طيف واسع في الحقيقه من الاعضاء الموجودين. شكرا جزيلا دكتور صادق، شكرا جزيلا دكتور صادق على التشجيع والردود، شكرا جزيلا لحضراتكم. نظام OGS and CrossMark. OGS مش مرتبطة تماما، CrossMark مش مرتبطة تماما بال OGS، بس حضرتك ممكن تعمل تظهر الأيقونة الخاص بالتواصل مع الدعم الفني بكروسريف. عندهم مجموعة من الروابط اللي حضرتك بتحطها في المنصة عندك وتظهر في ال HTML وال PDF الخاص بك بكل سهولة، يعني ما فيش. دكتورة بسيمة، أتوقع يعني رشا حضرتك تتواصلي مع المؤسسة وحضرتك تقولي إيه السيرفيس أو الخدمة اللي حضرتك محتاجة تنضم ليها، لسواء بس تحصلي على دو آيز للمقالات أو الأبحاث اللي حضرتك بتنشريها في الجامعة أو في المؤسسة بتاعتك، وبعد كده هم هيدوك معلومات مفصلة عن الخدمة وتكاليف الخدمة. شكرا جزيلا أستاذ محمد جاد على التعليق المشجع، شكرا جزيلا. I'm going to close the poll now and share the results. تمام. هنقفل الاستفتاء دلوقتي ونشوف النتائج مع حضراتكم. تمام. في 70 حوالي 70% مفيد للغاية، مفيد إلى حد ما 31%، حوالي 9 ده. شكرا جزيلا لحضراتكم. هل أنت مهتم بحضور المزيد من الندوات واللقاءات عبر كروسريف؟ 97% بيقولوا نعم، ده شيء ممتاز جدا. ما هي الخدمة اللي حضراتكم محتاجينها المرة الجاية؟ واضح ان كروس مارك حوالي 62% مهتمين جدا بخدمة كروس مارك، وفي ايضا بعد كده الريفرنس لينكينج، في ناس ايضا بتتكلم عن خدمة سايتد باي، فان شاء الله واضح ان في طلب كبير جدا على خدمة كروس مارك. ان شاء الله باذن الله نقدر نعمله في الفترة اللي جاية باذن الله. So we will still carry on answering questions for a while. Okay. Crossmark services for free. Crossmark, you can تقدر تشترك في Crossmark for free بداية من يناير 2020. Crossmark ما فيهاش أي فيز على الإطلاق أو أي مصاريف. في الأعوام الماضية كان فيها أي مصاريف، بس بداية من 2020 هي خدمة مجانية. لو في عند حضراتكم أي استفسارات أخرى تحت أمركم ممكن نتواصل. كيف أستخدم وما هو الـ Open References؟ الأوبن ريفرنسز هي مبادرة اتعملت من مؤسسات مختلفة في المجتمع الأكاديمي لإتاحة المعلومات الخاصة بالمراجع، فدي كانت مبادرة مجتمعية كبيرة. فلو حضرتك محتاج تنضم ليها، فبرشح لحضرتك أن أنت تروح للمؤسسة وتتواصل معاهم وترسل ليهم على البريد الإلكتروني أن حضرتك محتاج تأوبن الريفرنسز الخاصة بيك، وهم في الحالة دي بيقدروا يفتحوها او يتواصلوا يفتحوا الريفرنسز الخاصه بيك، اللي هي باختصار انت بتوافق كناشر للمحتوى على اتاحه قوائم المراجع اللي حضرتك بتنشرها. ده باختصار الاوبن ريفرنس.
في يا استاذه فكرات الاوبشن اللي حضرتك تشيك الريفرنسز ان كروس ريف، ان انت تروحي على منصه السيرش دوت كروس ريف وتدخلي واحد بواحد وتقدري تبصي عليه، او من خلال الميتا داتا مانجر تول في برضو الاوبشن ده. انا لسه ردد على حضرتك دلوقتي. هل النشر يمكن أن يكون باللغة العربية وما هي الروابط؟ طبعا يعني ما فيش مشكلة لو الفول تكست إن أرابيك، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق لو كل المحتوى المنشور باللغة العربية، ده شيء مفيش أي مشاكل تقنية. وحضرتك في عشان تعمل تخصيص للدي او اي بتخصص الدي او اي بيكون باللغة الإنجليزية بس المحتوى المنشور باللغة العربية، والمعلومات أيضا كأسماء المؤلفين واسم الدورية ممكن أن تكون باللغة العربية، ما فيش أي مشكلة خالص. شكرا جزيلا أستاذ محمد صالح، شكرا جزيلا. فطبعا المنصة بتدعم اللغة العربية، ما فيهاش أي مشاكل على الإطلاق، وممكن حضراتكم يعني تعملوا ديبوزيت للمعلومات باللغة العربية، ما فيش أي مشاكل في اللغة العربية. بالعكس ده شيء جيد، يعني أنا شايفه شيء جيد إن احنا نبدأ نعمل إيداع للبيانات الوصفية الخاصة بالمنشورات بتاعتنا باللغة العربية، ده شيء ممتاز. شكرا جزيلا أستاذ صبري على التقدير الإيجابي، شكرا. بالضبط كده مستر مليكة، ممكن حضرتك تروحي للأيثنتيكيت أو كروس ريف سيميلاريتي تشيك على الويب بيجز، وهتلاقي معلومات مفصلة على عن كروس ريف سيميلاريتي تشيك على كروس ريف سبورت ويب بيجز. انا بنفسي تحدثت استاذ محمد، بالنسبه لاستاذ محمد بيسال عن هل خدمه فحص التشابه او اوثنتيكيت بتغطي اللغه العربيه، هي بتغطي اللغه العربيه بس يعني ما عنديش معلومه دقيقه عن كميه المحتوى العربي الموجود فيها، بس يعني بتغطي النصوص او الويب بيجز اللي باللغه العربيه تم عمل كراولينج ليها وهي اوريدي موجوده، فلو في تشابه مع اللغه العربيه هيكون موجود. بالظبط، ممكن اكتر من استاذه بسام، بيسال استاذ بسام ممكن اكتر من مجله تبقى تحت اكونت واحد في كروس ريف. فانيسا ام اي رايت ان سينج يس از ات بوسيبل تو شير مالتيبل ببلشنج جورنلز وذ وان كروس ريف اكونت از ا يونيفرسيتي، سو اندر ذس سينجل يونيفرسيتي كروس ريف اكونت دي كان ببلش ميني جورنلز اندر ذات وان؟ Yes, that's right. And they can also publish different types of content like journals and conference proceedings, for example, all under one prefix. Perfect. We're on the same page. بالضبط كده أستاذ بسام، تقدر حضرتك تنشر مجلات أو conference proceedings أو كتب أو books أو أي محتوى تحت الأكاونت الواحد اللي عند حضرتك كجامعة. ممكن بعض المعلومات عن ميتا داتا مانجمنت، اظن حضرتك تقصد استاذ عبد البسيط ميتا داتا مانجر، احنا عملنا حلقه نقاش متكامله عن ميتا داتا مانجر هتلاقيها موجوده على اليوتيوب، وفي بعض المعلومات ايضا على كروس ريف ويب سايت، وممكن نعمل حلقه نقاش مفصله اكتر في المستقبل باذن الله عن ميتا داتا مانجر، لانها بصراحه يعني انا شايفها اداه مهمه جدا من احسن الادوات الموجوده. الميزه كمان ان هي حولت موضوع التحويل الديبوزيتنج الانفورميشن من حاجه فيري تكنيكال او حاجه معقده تقنيا الى حاجه سهله عن طريق فورم على ميتا داتا مانجر ويب سايت، وتقدر حضرتك تعبي او تملا هذه الفورم بكل بساطه وتقوم بعمل ديبوزيت، يعني شالت شويه او خففت بشكل كبير الشق الفني الكبير اللي كان موجود. فميتا داتا مانجر فيري فيري يوسفول اند هيلبفول تول بصراحه وممتازه، يعني بنرشحها لكل الاخوه الأعضاء عشان يتجنبوا أي مشاكل فنية. أستاذ محمد أعتذر منك أستاذ محمد المضطر المغاطرة، شكرا جزيلا، إحنا على وشك إن إحنا ننهي في خلال أقل من دقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، لو في أي أسئلة في خلال الديادي تحت أمركم.
يعني أتمنى في المجمل نكون قدرنا نغطينا معظم الأشياء، ويكون الويبينار بشكل عام أو الإيفنت بشكل عام كان مفيد. في حالة عدم الانضمام إن شاء الله الريكوردينج أو تسجيل هيتم إرساله، والسلايدز أيضا هيتم إرسالها بكل الروابط وبكل المعلومات هيتم إرسالها لكل الأعضاء، والشهادات الحضور أيضا هيتم إرسالها عن طريق الأخت فانيسا. شكرا جزيلا أستاذة نهلة، شكرا جزيلا. لو في أي أسئلة تانية تحت أمركم في آخر دقيقة موجودة معانا قبل ما نختم إن شاء الله النهاردة حلقة النقاش الأولى اللي إحنا عملناها. في حالة سؤال من أستاذ عبد البسيط، inquiry new inquiry، في حالة معلومات مضافة سابقا ممكن يصير تداخل بينها وبين المعلومات المضافة خلال ميتا ديتا مانجر. هو ده حضرتك يا أستاذ محمد، أستاذ عبد البسيط متأسف، اللي كنا بنقوله إن حضرتك بتروح لميتا ديتا مانجر بتلاقي هيستوري، بتتشيك الهيستوري الخاص بالريكوردز بتاعتك، وتقدر من خلال الهيستوري ده تعدل أو تعمل إيديت لأي ريكورد حضرتك نشرته قبل كده، وتقدر تعدل في البيانات الوصفية فبتتفادى أو بتصحح أي أخطاء حصلت. فده شيء مهم جدا، حضرتك تروح لميتا داتا مانجر وتتشيك الهيستوري بتاعك وتقدر تعمل ايديت. طيب تمام، يعني الساعة دلوقتي 5 مساء بتوقيت دبي الإمارات العربية المتحدة. بنشكر كل الإخوة والأخوات اللي شاركوا معانا، يعني مشكوركم جزيلا على المشاركة الفعالة، كان في حلقة نقاش متفاعلة جدا، فبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على التفاعل الجميل والرائع اللي حضراتكم شاركتونا بيه. والله يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل في المستقبل القريب حلقات نقاش أخرى بناء على المعلومات اللي حضراتكم قدمتوها. شكرا جزيلا ليكم. في النهاية بنحب نشارك حسابات تويتر الخاصة بالمؤسسة كروسريف @crossref.org و @crossref.support، وأيضا في الموقع الخاص بالمدونة مدونة كروسريف blog.crossref.org لو عند حضراتكم أي استفسارات أو أي حاجات ممكن تتواصلوا عليها. وشكرا جزيلا، وبإذن الله يكون لنا حلقات نقاش قريبة. So thank you everyone, thank you Vanessa, thank you Rachel, and thank you for all the attendees as well. Thank you everybody. شكرا جزيلا. Okay. I'll end the webinar now. Okay, thank you. Thank you.